بالظبط، ماشي براحتك. احنا بص يا شباب، احنا بنسجل المحاضرة من اول دلوقتي، فلو سمحتوا، لان انا ببقى باصص في اللي انا بشرحه مش واخد بالي قوي من البرنامج، لو حد لاحظ ان الموضوع الريكوردنج ده واقف يعرفني. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. مساء الخير يا شباب، كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ النهاردة إن شاء الله أول محاضرة في مادة الهيت ترانسفير. المحاضرة كده بسيطة يعني، مش تقيلة، هي عبارة عن مقدمة وشوية كلام بسيط في الأول، هنبتدي بيهم أول محاضرة عشان تقدروا تشتغلوا في أول شيء. مبدئيا كده من أول محاضرة هعرفكم إحنا هنشتغل في إيه بالظبط في الكورس. هو الكورس عبارة عن 6 شباتر، الشابتر الأولاني منهم عبارة عن انترودكشن، يعني إيه هيت ترانسفير، بتحصل إزاي، وبنكمل بعد كده في بقية الشابتر بنكمل على حاجة اسمها الستيدي ستيت وان دايمنشنال كوندكشن هيت ترانسفير. شابتر 2 بيتكلم عن حاجة اسمها الاكستندد سيرفيسز او الفينز. شابتر 3 بيتكلم عن حاجة اسمها ترانزيانت كوندكشن او المالتي دايمنشنال كوندكشن. بعد كده بنخش في الكونفكشن في شابتر 4 و5، بنتكلم عن حاجة اسمها الفورسد كونفكشن هيت ترانسفير والفري كونفكشن هيت ترانسفير. في شابتر 6 هنتكلم عن حاجة اسمها الراديشن هيت ترانسفير. دول ال6 شباتر اللي عندنا. المفروض ان كل شابتر من دول عليهم شيت هتبتدوا تشتغلوا فيه، كل شيت غالبا هياخد 2 اسبوع، ف يعني الشباتر بتاعتنا بالشيتات بتاعتنا هتكفي تقريبا طول الترم. كل شابتر من دول هيبقى غالبا عليه assignment، يعني شابتر 1 هتلاقي عليه assignment بعد ما تخلص الشيت، 2 نفس الكلام، 3 4 و5 الاثنين مع بعض هيتعملوا في assignment واحد، assignment يبقى هم كلهم 5 assignment اللي هيطلبوا منك طول الترم. نخش كده في اول جزء. طبعا كانت ناس سالتني عن الريفرنسز، فهنتكلم كده سريعا ايه هم الريفرنسز اللي احنا هنشتغل منهم. هم في 3 ريفرنسز بنشتغل منهم. الاولاني بتاع واحد اسمه انكروبيرا، ده واحد مشهور، اسم الريفرنس نفسه اسمه Fundamentals of Heat and Mass Transfer 6th Edition. الريفرنس الثاني اسمه هيت ترانسفير براكتيكال ابروتش، ده بتاع واحد اسمه يونس سينجل. الريفرنس الثالث اسمه هيت ترانسفير بتاع واحد اسمه هولمان. هنشتغل من فين؟ هنشتغل من انكروبيرا ده الاساسي، وهنساعد كده هوت او ممكن ناخد اجزاء من سينجل ده اللي هو هيت ترانسفير براكتيكال ابروتش، يعني نشتغل من 1 و2. 3 ده حاطينه كده احتياطي لو حد منكم عايز يرجع لمعلومه هو مش فاهمها قوي من الحاجات اللي فاتت. خلاص؟ اول حاجه هنتكلم، هندي انترودكشن يعني ايه هيت ترانسفير. مبدئيا كده لو احنا عارفين ايه هي الهيت اساسا، يعني ايه هيت. الهيت هي نوع من انواع الانرجي اللي احنا بنسميها ثيرمال انرجي. الانرجي احنا عارفين ان وحدتها الجول. طب يعني ايه هيت ترانسفير؟ الهيت ترانسفير هو العلم اللي بيتعامل مع الريت اوف هيت. ريت اوف هيت يعني كميه حراره بتتنقل نتيجه لحاجه. نتيجه لايه بقى؟ الهيت في الحقيقه بتتنقل بشرط واحد بس. تتنقل بقى شرط، بشرط حاجه اسمها temperature difference. يبقى الهيت ترانسفير is a science of thermal energy transfer due to temperature difference. يعني العلم ده بيتعامل مع كميه الانرجي اللي بتتنقل نتيجه حاجه اسمها temperature difference. اهم حاجه بالنسبه لي في الجزئيه بتاعت الهيت ترانسفير انك تبقى عارف ان الشرط الاساسي بالنسبه لي عشان اعمل حاجه اسمها هيت ترانسفير هو temperature difference. ندي مثال على الجزئيه دي. لو انا بتكلم يعني ايه هيت ويعني ايه هيت ترانسفير، لو انا معايا كوبايه شاي، كوبايه الشاي ده درجه حرارتها 100 درجه، فانا عارف ان كوبايه الشاي ديت فيها كميه من الهيت انرجي اللي هي بتوازي ال 100 درجه ديت. طيب يعني ايه بقى هيت ترانسفير؟ لو حضرتك خدت كوبايه الشاي ديت حطيتها في فرن درجه حرارته برضه 100 درجه، بعد شويه هترجع تلاقي كوبايه الشاي هي نفس درجه حرارتها ال 100 درجه، مش هيحصل حاجه اسمها هيت ترانسفير. ليه مش هيحصل هيت ترانسفير؟ ببساطة جدا لأن درجات الحرارة متساوية، مفيش حاجة اسمها temperature difference، فبالتالي هتفضل الهيت انرجي زي ما هي. إنما لو خدت كوباية الشاي دي من الفرن اللي هو عند 100 درجة ورحت حطيتها في الجو بره عند 20 درجة، ففي فرق درجة حرارة. كوباية الشاي عند 100، الجو اللي حواليها عند 20، بعد شوية لو جيت تبص على كوباية الشاي هتلاقي كوباية الشاي دي بردت. بردت ليه يا باشمهندس؟ نتيجة إن حصل حاجة اسمها هيت ترانسفير. طب هيت ترانسفير حصل ليه أساسا؟ حصل نتيجة وجود التمبريتشر ديفرنس ده. يبقى انا عندي حاجه اسمها درايفنج فورس. الدرايفنج فورس ديت هي الحاجه اللي بتخلي لي اصلا فيه هيت ترانسفير، بنسميها هي التمبريتشر ديفرنس. زي ايه؟ زي لو عندي الكتريكال ريزيستنس. الكتريكال ريزيستنس ديت حطيت عليها فرق فولتج، فبالتالي هيبتدي يتحرك كرنت جوه الريزيستنس دي. نفس الكلام في الفلويد فلو. برضو لو عندي فلويد في بريشر دروب على الماسوره بتاعتي هلاقي الفلويد بيبتدي يتحرك.
انما لو ما فيش بريشر دروب بالتالي هلاقي الفلو بتاعي ما بيحصلش او ما فيش حاجه اسمها فلويد فلو. يبقى الهيت هي عباره عن كميه من الانرجي وحدتها الجول، الهيت ترانسفير هو الريت اوف ترانسفير اوف ثيرمال انرجي، ده بيحصل نتيجه التمبريتشر ديفرنس. فبعتبر ان التمبريتشر ديفرنس ديت هي درايفنج فورس بتاعتي، او هي الحاجه اللي بتخلي لي اساسا في حاجه اسمها هيت ترانسفير. طيب الهيت ترانسفير بتحصل ازاي؟ في الحقيقه الهيت ترانسفير بتحصل بثلاث اشكال، الثلاث اشكال دول مفيش غيرهم، ما عنديش حاجه ثانيه اسمها هيت ترانسفير غير هما بالثلاث اشكال دول. الشكل الاولاني فيهم اسمه الكوندكشن. الكوندكشن ده معناه كده بالعربي يعني التوصيل. بيحصل امتى التوصيل دوت؟ بيحصل خلال السوليدز، يعني لازم يكون الميديم بتاعي عباره عن سوليد او ستيشنري فلويد. يعني ايه ستيشنري فلويد؟ يعني فلويد ساكن ما بيتحركش. وناخد بالنا ان حتى الجو اللي حواليا حتى لو ما فيهوش مراوح فالفلويد اللي حواليا بيتحرك حركه بسيطه جدا. الحركه ديت بتبقى نتيجه تمبريتشر ديفرنس او نتيجه الدنسيتي ديفرنس ما بين نقطه ونقطه. انا بتكلم على حاجه اسمها ستيشنري فلويد. الستيشنري فلويد قدام شويه هعرفكم يعني ايه ستيشنري فلويد، يعني ايه فلويد ما يتحركش وايه شروطه بالظبط. اتفقنا؟ طيب خلينا نتكلم عن السوليد. يحصل ازاي الكوندكشن دوت؟ انا بتكلم على سوليد، لو عندي جزء سوليد زي اللي انا حاطه قدامي دوت، السطح الاولاني دوت عند درجه حراره اسمها تي 1، السطح الثاني ده عند درجه حراره اسمها تي 2، ودرجه الحراره تي 1 اعلى من تي 2، ففي كميه من الحراره هتمشي خلال الجسم السوليد دوت اسمها كيو دوت او كيو، او كميه حراره هتمشي خلال السوليد ده نتيجه فرق درجه الحراره اللي انا عملته. هتمشي ازاي؟ هتتحرك جوه السوليد ازاي؟ هتتحرك جوه السوليد بميكانيزم بنسميه كوندكشن ميكانيزم، هنتكلم عليه قدام شويه واحنا بنتكلم في المحاضره دلوقتي، هنقول يعني ايه كوندكشن ميكانيزم بالتفصيل. النوع الثاني من الهيت ترانسفير بنسميه كونفكشن. كونفكشن يعني حمل. بيحصل ازاي الكونفكشن ده؟ كونفكشن بيحصل ما بين سطح سوليد وفلويد بيتحرك عليه. تاني، كونفكشن اللي هو الحمل بيحصل ما بين سطح سوليد وفلويد بيتحرك على السطح السوليد ده. طبعا لازم يبقى في فرق في درجه الحراره ما بين السطح السوليد والفلويد، يعني لو زي اللي انا عامله دوت فالسطح السوليد ده عند درجه حراره اسمها تي اس، وعندي فلويد ماشي عند درجه حراره بنسميها تي انفينيتي، وهنعرف يعني ايه تي انفينيتي دي شويه كده. لو تي اس ديت اكبر من التي انفينيتي فبالتالي كميه الفلويد ديت هتبتدي تاخد حراره من الجسم السوليد بتاعي بميكانيزم بنسميه كونفكشن. وزي ما قلت كده ان الكونفكشن ده معناه الحمل. يعني ايه الحمل يا باشمهندس؟ الحمل ببساطه خالص معناه ان المولكيولز بتاعت الفلويد القريبه جدا من السطح السخن بتبتدي تاخد حراره، فبالتالي الدنسيتي بتاعتها تقل فتبتدي تاخد الحراره دي وبتطلع بيها فوق، وبالتالي مكان المولكيول اللي طلعت فوق ديت بيبتدي ينزل مكانها او بيحل محلها مولكيول تانية ابرد منها. فالميكانيزم بسيط جدا، لو حضرتك عملت كده تجربه بسيطه كده في بيتك، جبت حله وحطيت فيها شويه ميه وسبت الميه ديت لغايه مرحله الغليان. طبعا الحكايه ديت ظاهره قوي او واضحه قوي في القصه دي في موضوع الغليان. فلو سبتها لغايه مرحله الغليان هتلاقي في عمليه زي تاليف في الميه، الميه قاعده تتحرك من تحت لفوق. يعني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي بيحصل هو الكونفكشن اللي احنا بنتكلم عليه. المولكيولز القريبه قوي من السطح بتبتدي تاخد حراره من السطح السخن ده وتبتدي تتحرك بيها للسطح الفوق، والمولكيولز البارده اللي من فوق اللي هي بعيده عن السطح السخن بتبتدي تنزل لتحت نتيجه ان الدنسيتي بتاعتها اكبر. مثال تاني على الكونفكشن، لو انا بتكلم عن حد مثلا، اكيد في ناس منكم شافت الكلام ده، لو حد منكم كده لاحظ وهو مسافر بعربيه على طريق سريع ولاحظ كده هو ان اكن الاسفلت بيطلع دخان، حد لاحظ الكلام ده يا شباب؟ دكتور ايوه مدت ثواني ورجع تاني ف ايه وقعت انت كده الايه يا باشمهندس؟ انت بس يعني التيم عندي فصل بعدين رجع تاني ففي حته وقعت مني. طيب وقع منك ايه يا باشمهندس؟ اللي هو بعد ما حضرتك قلت ان بعد الاكزام بتاع المايه اللي بتغلي المايه اللي بتغلي، ما انا بقول المايه لو بتغلي حضرتك هتشوف فيها ان المولكيولز بتبتدي تتحرك من عند السطح السخن من تحت وتبتدي تتحرك لفوق، والمولكيولز اللي فوق بتبتدي تتحرك لتحت نتيجه فرق الدنسيتي ما بين نقطه لنقطه. بقول في شكل تاني او في مثال تاني مشهور، بنقول لو حد كان مسافر كده على طريق سريع في الجو حر هتلاقي اكن الاسفلت بتاعي بيطلع دخان. في الحقيقه ده مش دخان، لو لاحظت شويه هتلاقي ان جزيئات الهواء القريبه او من السطح بتبقى درجه حرارتها عاليه
فتبتدي تاخد الحراره ديت تبتدي تتحرك بيها لفوق، ويبتدي يحل محلها موليكيولز من الطبقات اللي فوق في الهواء اللي هي الابرد منها تبتدي تنزل لتحت. فالميكانيزم بنسميه كونفكشن، قلنا حاجه اسمها الحمل. النوع الثالث من الهيت ترانسفير بنسميه الراديشن. راديشن يعني اشعاع. بيحصل ازاي الراديشن؟ الراديشن في الحقيقه بنقول ان اي جسم درجه حرارته اعلى من الزيرو كلفن فالجسم ده بيعمل راديشن. يعني ايه بيعمل راديشن؟ اي جسم بيمت انرجي في شكل حاجه اسمها الكتروماجنتيك ويفز. عشان نوضح الموضوع اكتر يعني ايه الكتروماجنتيك ويفز او يعني ايه بيمت، الموضوع عامل زي الطاقه الضوئيه الاوبتيكال. الفكره كلها في الاضاءه ان انت حضرتك الجسم المضيء ده بيبتدي يشع حاجه اسمها الفوتونز. الالكتروماجنتيك ويفز هي عباره عن فوتونز تبتدي تنتشر في المكان. الفوتونز دي عباره عن جسيمات صغيره قوي، الجسيمات دي بتبقى شايله معاها كميه من الانرجي بتبتدي تنتشر بيها او بالانرجي ديت في المكان بسرعات عاليه جدا. الراديشن نفس القصه، اي جسم درجه حرارته اعلى من الزيرو كلفن الجسم ده بيمت راديشن في شكل الكترومغنيتيك ويفز او فوتونز، عباره عن بارتكلز صغيره جدا شايله كميات من الطاقه الحراريه تبتدي تنتشر بيها بسرعات عاليه. طيب هو انا بيهمني بس الراديشن؟ لو بصيتوا كده على الكلام اللي انا قلته فانا بقول ان اي جسم درجه حرارته اعلى من الزيرو كلفن الجسم ده بيمت راديشن. الزيرو كلفن ده يعني نيجاتيف 273 ديجري سيلسيوس. فبالتالي كل الاجسام حواليا في الطبيعه، بما اننا كلنا عايشين في طبيعه واحده اللي هي كلها ما فوق الزيرو كلفن ده بكتير، فبالتالي كل الاجسام حواليا في الطبيعه بتعمل راديشن. طيب هو انا بهتم بالراديشن بس؟ لا، في الحقيقه انا مش بهتم بكميه الراديشن، انا بهتم بحاجه اسمها النت راديشن هيت اكستشينج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في جسمين شايفين بعض كل واحد فيهم بيطلع كميه من الانرجي بالراديشن، انا بهتم بالنت. يعني انا بقول كده اهوت، لو انا جسم محطوط في مكان حواليه جسم تاني، فالجسم رقم واحد ده طلع كميه راديشن ب100 وجاله كميه راديشن ب30، فيبقى النت اللي هو طلعه كله بكام؟ هيبقى ب70. فانا بهتم بحاجه اسمها النت راديشن اكستشينج بتوين سيرفيسز. خلاص. ايه الابلكيشنز اللي انا بتعامل فيها في الهيت ترانسفير؟ في الحقيقه انا كل الابلكيشنز حواليا في الطبيعه لو لاحظتوا هتلاقوا فيها هيت ترانسفير. الاشهر الحاجات المشهوره قوي الثيرمال باور بلانتس، المحطات الطاقه الكهربائيه، المحركات بتاعت العربيات اللي هي الانجنز. لو بصيت على المكونات الالكترونيه التشيبس والمايكرو بروسيسورز فدي كلها حاجات بتطلع حراره محتاجه تخلص من الحراره ديت. الريفريجريتورز او الثلاجات، الاير كونديشننج، كل دي ابلكيشنز فيها هيت ترانسفير. لو حضرتك بصيت في اي مكان حواليك في الطبيعه هتلاقي فيه هيت ترانسفير. لو حضرتك بصيت على الكمبيوتر بتاعك دلوقتي هتلاقي فيه هيت ترانسفير، هتحس كده ان الكمبيوتر نفسه سخن. لو بصيت على اي جهاز كهربي هتلاقي فيه هيت ترانسفير وهكذا. فكل التطبيقات حواليا في الطبيعه فيها هيت ترانسفير، يمكن تقريبا ما فيش حاجه في الطبيعه ما فيهاش هيت ترانسفير. اتفقنا؟ نتكلم بعد كده عن حاجه من اللي احنا قلناهم دول. هنتكلم بشكل كده سريع عن كل شكل من اشكال الهيت ترانسفير اللي احنا اتكلمنا عليهم، وهندي ايكويشن بسيطه كده عن الجزء ده بحيث ان احنا نعرف نشتغل في الشيت الاولاني. اول حاجه هتكلم عليها هتكلم عن الكوندكشن. يعني ايه كوندكشن او يعني ايه ميكانيزم بتاع كوندكشن؟ احنا عرفنا ان الكوندكشن بيحصل في السوليدز. يعني ايه بقى بيحصل في السوليد كوندكشن؟ لو جيت بصيت على جسم السوليد فهتلاقي الموليكيولز بتاعت السوليد ديت كلها قريبه جدا من بعض وكلها متلامسه او كلها لازقه كلها في بعض. فاللي بيحصل ان انا لو عندي سطح من الجزء ده او من الجزء السوليد دوت سطح سخن تبتدي البارتكلز بتاعت السطح السخن ديت تنقل الحراره للجزء اللي بعدها عن طريق الكوندكشن او عن طريق التلامس ده. يعني بيحصل ايه يا باشمهندس؟ يعني ببساطة جدا الموليكيول اللي ابتدت تجي لها الحرارة في الوش اللي هو رقم واحد ده اللي هو عليه تي واحد ده، لو انا بفترض ان هو ده اللي درجة حرارته عالية، فأول موليكيول عندي في السطح ده بتبتدي تكتسب حرارة، درجة حرارتها بتبتدي تعلى قوي، وتبتدي بما ان الحرارة عالية فتبتدي تعمل لي فايبريشن عالية. الفايبريشن ديت أول لما تحصل تبتدي تخبط في الموليكيول اللي جنبها، فتبتدي الموليكيول اللي جنبها هي كمان يوصل لها كمية حرارة. اول لما توصل لها كميه حراره وتبتدي درجه حرارتها تعلى تبتدي هي كمان الفايبريشنز بتاعتها تعلى، فتبتدي تنقل الحراره اللي جنبها بنفس الطريقه. الاول لما تبتدي تتهز جامد تبتدي تنقل حراره للموليكيول اللي جنبها وهكذا. اتفقنا؟ دكتور بعد اذنك، اتفضل. هو ما ينفعش الكوندكشن يحصل في فلويد؟ يعني مثلا لو زيت مثلا الفيسكوزيتي بتاعته عاليه فهو ممكن يبقى مثلا محطوط بين تو سيرفيسز كل سيرفيس فيه temperature difference، فبرضه الموليكيولز هتنقل التمبريتشر او هيحصل هيت ترانسفير بين التو سيرفيسز من خلال الليكويد مثلا.
مظبوط. بس هقول لك بقى على حاجه، اللي انت قلته صح كويس جدا، بس الفلويد هيعمل كوندكشن لو كان الفلويد ده ساكن تماما، يعني المولكيولز مش قادره تتحرك. ده يحصل امتى؟ لو انا السطحين بتوعي مساحتهم كبيره جدا والمسافه ما بين السطحين دول صغيره قوي، ده يحصل ان المولكيولز مش هتبقى قادره تتحرك، فبالتالي هتنقل الحراره بالكوندكشن. انما لو كانت المسافه ما بين السطحين دي كبيره والمولكيولز ديت قادره تتحرك، فبما ان المولكيولز بتاعت الفلويد دي قدرت تتحرك فبيتدخلت في ميكانيزم جديد اسمه الكونفكشن اللي احنا كنا قلنا عليه، اتفقنا؟ يبقى انا بنقل الحراره مين اللي بالكوندكشن لو كانت المولكيولز دي قريبه جدا من بعض، فبالتالي بتعمل حاجه اسمها فايبريشنز فبتنقل حراره للمولكيول اللي جنبها وهكذا. طيب ما ينفعش اتفضل ماشي انا اسف ان انا قطعت حياتك. هو طب انا لو ما ينفعش انا اتحكم في حركه المولكيولز، انا مثلا ازود البريشر من خلال بيستون سيلندر مثلا، بحيث ان هو انا ابقى مزود البريشر جامد فالموليكيولز برضو مش قادره تتحرك، ما ينفعش؟ لو عندك ابلكيشن كده ممكن، لو انت ضمنت ان الموليكيولز بتاعتك مش تتحرك، ده هنعرفه قدام شويه في جزئيه الكونفكشن، وهنعرف بالايكويشنز ازاي الكونفكشن، امتى حدد ان الكونفكشن ده او الفلويد ده فعلا ما بيتحركش وموصلني ان هو بيعمل كوندكشن حقيقي ولا بيعمل كونفكشن. قدام شويه هنشوف الكلام ده. بس لو قدرت تاخد فعلا ان الفلويد ده الجزيئات بتاعته ما تتحركش، ده هيوصلك ان فعلا الفلويد هيعمل كوندكشن، اتفقنا؟ طيب لو كان الفلويد ده زي ما انت قلت دوت هيعمل كوندكشن برضو بنفس الكلام عن طريق كوليشنز ما بين المولكيولز ديت والفايبريشنز والديفيوجن، هينقل برضو الحراره بنفس الميكانيزم اللي هو الكوندكشن. خلاص تمام. اول ايكويشن هناخدها عن الكوندكشن، بيتحسب ازاي الكوندكشن؟ بيتحسب الكوندكشن عن طريق قانون بنسميه فوريرز لو اوف هيت كوندكشن. القانون دوت لو جيت بصيت على السطح السوليد هتلاقي ان السطح السوليد دوت ليه اريا اسمها اريا او A، وليه سيكنس اسمه دلتا اكس. لو كميه الحراره طبعا لو عندي فرق درجه حراره على السطحين بتوع السوليد ده، واحده فيهم اسمها تي 1 والثانيه اسمها تي 2، وكان تي 1 اعلى من تي 2، فطبيعي ومنطقي ان كل ما الاريا بتاعتي بتزيد هلاقي الهيت ترانسفير بتاعتي بتزيد. وكمان طبيعي برضو ومنطقي ان كل ما التمبريتشر ديفرنس بتاعي بيزيد ده برضو هيزود الهيت ترانسفير. طيب ايه رايك يا باشمهندس لو زودت السيكنس؟ السيكنس ده اللي هو في اتجاه كميه الحراره، فبالتالي لو زودت السيكنس ده بيقلل الهيت ترانسفير، فهلاقي ان الريت اوف هيت كوندكشن ده بيتناسب مع الاريا، بيتناسب مع التمبريتشر ديفرنس، تناسب طردي طبعا، بيتناسب عكسيا مع السيكنس. يعني في الاخر كده هو الكيو ضد بتاعت الكوندكشن هتبقى بتساوي ايه؟ في الحقيقه الكيو ضد بتاعت الكوندكشن بتطلع بتساوي نيجاتيف حاجه اسمها كي، كي دوت اللي هو ثابت التناسب هنتكلم عليه دلوقتي، مضروب في الاريا لان بتناسب معاها طرديا، مع التمبريتشر ديفرنس اللي هو الدلتا تي، ومع او بيتناسب عكسي مع الدي اكس اللي هو السيكنس بتاعي. فبيطلع لي كده ان كيو دوت كوندكشن، خد بالك انا واخد دلتا تي اللي هي تي 2 ماينس تي 1، وتي 2 عندي اقل من تي 1، فلو حطيتهم بالاشارات بتاعتهم هتطلع لي كيو دوت بتاعت الكوندكشن بتساوي كي اللي احنا قلنا عليها ثابت التناسب في الاريا في تي 1 ماينس تي 2 على دي اكس. طيب هنتكلم عن حاجتين قبل ما هتكلم عن حاجه واحده قبل ما اخش في الكي ديت، لان الكي ديت ليها موضوع كبير. اول حاجه موضوع التمبريتشر ديفرنس، التمبريتشر ديفرنس لازم يكون الكبير ناقص الصغير عشان تطلع لك كميه الحراره بوزيتيف. طيب هل ينفع احط تي 2 ماينس تي 1 وتطلع الاشاره دي نيجاتيف وابقى عارف ان الفكره كلها ان انا ده اتجاه بس للحراره؟ في الحقيقه لا، ده معناه ان انت عكست الطبيعه وبتقول اكن الحراره ماشيه من السائع للسخن، وده حاجه مش حقيقيه. الحراره دايما بتمشي من درجه الحراره العاليه لدرجه الحراره المنخفضه، فدايما هتبقى تي 1 ماينص تي 2 ودايما تطلع كيو دوت بتاعه الكوندكشن بالبوزيتيف. يبقى النيجاتيف ديت اتحطت نتيجه ان الميل بتاعي بتاع درجه الحراره ده ميل عكسي، اتفقنا؟ الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها هي الكي. الكي دوت زي ما قلنا هو عباره عن ثابت التناسب. ايه الكي دوت؟ الكي ده في الحقيقه هو انا مش فاهم ليه الكيو دوت تطلع نيجاتيف او تطلع بوزيتيف وهو اساسا في نيجاتيف في اللو نفسه. الدي تي يا باشمهندس، الدي تي ديت لما تيجي تحللها كده او تقول دلتا تي، فانت بتاخد تي 2 تي النهائيه ناقص تي الاولانيه، صح كده؟ يعني تي 2 ماينص تي 1، تمام. فتحطت الاشاره ديت في القانون عشان تظبط لك الموضوع، لان تي 2 ماينص تي 1 المفروض تطلع لك الكيو نيجاتيف. فهتقول لي ايه المشكله؟ كيو نيجاتيف
فانا بعبر بس عن اتجاه، زي الميل اللي احنا شايفينه ده هو عبارة عن ميل عكسي ما بين تي واحد وتي اتنين. بالظبط. فهي الفكرة ان الاشارة اتحطت عشان تظبط لك الاتجاه، لان الاتجاه في الطبيعي انها الحرارة بتمشي من تي واحد لتي اتنين مش العكس. فانا تمام. يبقى دايما تطلع كيو ده بوزيتيف، ما ينفعش حد يطلع لي كيو في امتحان نيجاتيف. كيو في امتحان نيجاتيف يعني ببساطة جدا تشرب على المسألة كلها وهديك زيرو خلاص. طيب يجي بقى للكي ديت. ايه الكي ديت؟ الكي ديت بنسميها الثيرمال كوندكتيفيتي. ايه هي الثيرمال كوندكتيفيتي؟ الحقيقه الثيرمال كوندكتيفيتي ديت هي بروبرتي للماتيريال نفسها. هي الماده بتاعتي ديت عباره عن خشب ولا عباره عن حديد ولا عباره عن نحاس ولا بلاستيك ولا شكلها ايه بالظبط. الكي ديت زي ما قلت هي بروبرتي للماتيريال، بتديني ميجر او بتديني قياس كده هوت الماده ديت تقدر تنقل الحراره كويس ولا وحش. بمعنى اصح الماده ديت جيده التوصيل للحراره ولا رديئه التوصيل للحراره، الماده ديت موصله للحراره ولا عازله للحراره. فببساطه خالص كل ما الكي بتاعتي لو رجعت تاني للقانون، لو لاحظت كده الكي ديت لو عليت ايه اللي يحصل للكيو؟ هلاقي الكيو بتاعتي ببساطه بتعلى، يعني تنقل حراره كبيره. يعني الجسم بتاعي المفروض ان الكي بتاعته لو عليت يبقى الجسم دوت بينقل حراره كتير، ولو الكي بتاعتي قلت ده معناه ان كميه الحراره بتقل، وبالتالي ده معناه ان الجسم بتاعي ده او الماده ديت عباره عن ماده عازله او ماده مايله انها تكون ماده ما تنقلش حراره كويس. الجدول اللي قدامي دوت بيبين الثيرمال كوندكتيفيتي لبعض المواد عند درجه حراره الجو العاديه. فهتلاقي في حاجه زي الدايموند الكي بتاعته ب 2300. خدوا بالكم من الوحدات بتاعه الكي، الوحده بتاعه الكي بالوات بير متر ديجري سيلسيوس او الوات بير متر كلفن. خلاص هتلاقي حاجات زي الكبر مثلا الكي بتاعتها تقريبا ب 400، هتلاقي حاجه زي الالومنيوم الكي بتاعته تقريبا ب 230، هتلاقي حاجه زي الميه، هي الميه اللي هي ثيرمال كوندكتيفيتي. اه زي ما قلنا ان انا ممكن الفلويد يعمل لي كوندكشن هو كمان، فالميه او اي ماده في الطبيعه ايا كان شكلها هي ليها ثيرمال كوندكتيفيتي. الميه مثلا هتلاقي الكي بتاعتها ب 613، هتلاقي الكي بتاعت الخشب هتلاقيها ب 17، هتلاقي الكي بتاعت الاير ب 0.026 فدي اقل حاجه تقريبا، وفي اليوريسان كمان نفس القصه. طيب ده تقسيمه كده هوت. الجراف اللي قدامي كمان بيبين تقسيمه المواد على حسب نوعها بالنسبه للكي. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو جيت بصيت كده هوت على اعلى مواد تديني كي عاليه جدا هلاقيها نون ميتاليك كريستالز زي الدايموند مثلا، دي اعلى مواد تديني ثيرمال كوندكتيفيتي او اعلى رينج للمواد يديني ثيرمال كوندكتيفيتي. الاقل منه شويه اللي هي البيور ميتال زي السيلفر والكبر والكلام ده، الاقل منه شويه كمان هلاقيه الميتال الويز زي الالومنيوم والالويز المختلفه، الاقل منه كمان الرينج الاقل منه هلاقيه النون ميتاليك سوليدز الاجسام السوليد بس مش ميتاليك، اقل منه الليكويدز يعني الليكويدز اللي ليها رينج الكي اقل شويه من كل السوليدز. بعديها الانسيوليتورز ايا كانت نوعها، كانت بقى ليكويد فلويد كانت اجسام صلبه دي كلها ليها ثيرمال كوندكتيفيتي منخفضه، واقل ثيرمال كوندكتيفيتي هتلاقيها في الطبيعه هي الغازات، فيبقى الغازات ليها اقل ثيرمال كوندكتيفيتي ممكن تشوفها حواليك. يبقى انا حتى لو حابب لما نشوف كده في مباني كبيره، لما يحب يعزل المباني الكبيره اللي هي الواجهات بتاعتها ازاز، لما يحب يعزل حراره عن الجو الازاز ده بيدخل الحراره كلها لجوه المكان، فبالتالي لما احب اعزل حراره بيعملوا حاجه اسمها دبل جلاس. يعني ايه دبل جلاس؟ يعني طبقتين من الازاز. بيعمل ايه ما بين طبقتين الازاز دي؟ ما بين طبقتين الازاز بيخلي مسافه صغيره قوي من الهواء. الهواء دوت بما ان الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته منخفضه جدا، فالهواء اللي ما بين طبقتين الازاز ديت بيشتغل اكنه عازل للحراره، فبالتالي الحراره ما تدخلش من بره المبنى لجوه المبنى. اتفقنا؟ هنشوف كيرف تاني بيتكلم عن الكي. الكيرف دوت برضو بيقول لي نفس الكلام، بس بيعبر لي بالنسبه للمواد المختلفه الكي مع التمبريتشر. هي ايه ده؟ هو لو درجه الحراره اتغيرت الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الماتيريال بتتغير؟ في الحقيقه ممكن. لو بصيت كده على الرينج الاولاني، انا عندي ثلاث حاجات في الجراف دوت، الخطوط السوليد او الخطوط الكامله يعني هتلاقيها بتتكلم عن السوليدز، الخطوط المتقطعه الثقيله دي بتتكلم عن الليكويدز، الخطوط المنقطه بتتكلم عن الغازات. فلو جيت بصيت على الخطوط السوليد اللي فوق ديت، المجموعه الفوقانيه ديت مثلا السيلفر والكبر، هتلاقي تقريبا ماشي بخط ثابت تقريبا، يعني هي بتقل بس بتقل حاجه بسيطه قوي.
لو جيت بصيت على حاجه زي الميه هتلاقي شكل الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها بتتغير مع درجه الحراره بالشكل ده. طبعا لو بصيت هتلاقي السوليدز فوق خالص، الليكويدز هتلاقيها في النص، تحت خالص هتلاقي الغازات زي الهيليوم والاير والارجون. لو بصين كده هو هتلاقي تقريبا بتعلى في الرينج الاولاني، وبعد كده تقريبا بتثبت عند درجات الحراره العاليه. فبقدر اقول ان الكي بتاعتي بتتغير مع تغير درجه الحراره تغير بسيط قوي، يعني ينفع اخد من الاخر كده هو الثيرمال كوندكتيفيتي اكنها كونستانت عند درجه الحراره اللي انا بشتغل عندها. طيب الحاجه الثانيه اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها هي الكونفكشن. زي ما قلنا ان الكونفكشن هو المود بتاع الهيت ترانسفير اللي بيحصل نتيجه ان في فلويد بيتحرك على جسم سوليد وفي فرق درجه حراره ما بينه، سواء كان السطح السوليد ده هو اللي درجه حرارته عاليه والفلويد بارد، فبالتالي السطح السوليد هينقل حراره للفلويد اللي حواليه، او العكس ممكن يكون الفلويد هو اللي سخن والسطح هو اللي بارد، فبالتالي برضو الفلويد هينقل حراره للسطح البارد بتاعي بالكونفكشن. بيحصل ازاي الكونفكشن؟ اتفضل. معلش عشان كنت اسال حاجه بس في الكوندكشن. اتفضل. هو دكتور هو في الثيرمال كوندكتيفيتي هي كي اللي هو اليونت بتاعتها الوات بير متر سيلسيوس، هتفرق حاجه عن الوات بير متر كلفن؟ يعني انا محتاج كده لو جالي المساله مثلا وات بير متر سيلسيوس احولها لكلفن لازم؟ لا لا خالص ما فيهاش اي تحويل. وات بر متر كلفن زي وات بر متر ديجري سيلسيوس، لان لو بصيت على درجه الحراره في المعادله بتاعه الكوندكشن هتلاقيها ديفرنس. احنا قلنا درجات الحراره هي تمبريتشر ديفرنس، تمبريتشر ديفرنس مش هتفرق فيه ديجري سيلسيوس ولا كلفن، فبالتالي حتى في الايكويشن لما تيجي تحسب مش هتفرق معاك انت واخد درجات الحراره بالسيلسيوس ولا بالكلفن، بس طبعا لازم يكونوا الاثنين زي بعض، لازم يكونوا الاثنين من نفس الوحده. اتفقنا؟ نرجع تاني للكونفكشن. زي ما قلنا الكونفكشن هو الهيت ترانسفير من سطح سوليد لفلويد بيتحرك عليه. قلنا ان الفكره كلها ان الفلويد بيشيل الحراره، او السطح او المولكيولز بتاعت الفلويد القريبه قوي من السطح بتبتدي تكتسب حراره اعلى، فبالتالي الدنسيتي بتاعتها بتقل، فبتاخد الحراره دي بتبتدي تتحرك فيها لفوق، والمولكيولز البعيده عن السطح اللي هي درجه حرارتها منخفضه نتيجه ان الدنسيتي بتاعتها عاليه بتبتدي تنزل لتحت. فهي دي اللي بنسميها البالك موشن، يعني في حركه للفلويد موجوده. حتى بالمناسبه الجو العادي اللي حواليا في الاوضه لو انا مش مشغل اي مراوح او اي حاجه، الهواء اللي حواليا دوت بيتحرك نتيجه ايه؟ ممكن يكون عندي جهاز سخن شويه وناحيه تانية بارده شويه، فيبتدي يعمل لي تيار من الهواء او حركه من الهواء، ممكن تكون حضرتك مش حاسسها انما موجوده. ممكن يكون في حيطه على الشارع درجه حرارتها اعلى من حيطه تانية بعيد عنها شويه، دي برضه تعمل لي نفس الكلام. ممكن اكون عايش في شقه السطح بتاعي سخن والارضيه بتاعتي بارده، فبالتالي تعمل لي نفس الكلام، الهواء يتحرك من نقطه لنقطه بنفس الطريقه نتيجه فرق الدنسيتي من نقطه لنقطه. فده اللي بنسميه الفري كونفكشن، او بنسميه كده هنعرف قدام شويه ان في حاجه اسمها فري كونفكشن، فلويد بيتحرك نتيجه فرق الدنسيتي فقط. اتفقنا؟ طيب الايكويشن اللي بتحكم لي قصه الكونفكشن، طبعا ده شكل بيوضح المثال اللي احنا قلناه. لو حضرتك جبت حله كده وحطيتها على الميه وسبتها تغلي، الميكانيزم بتاع الكونفكشن بيبقى واضح جدا نتيجه ان المولكيولز القريبه قوي من السطح السخن بتبتدي تاخد الحراره دي بتبتدي تتحرك فيها لفوق بسرعه عاليه، والمولكيولز البارده فوق بتبتدي تنزل لتحت نتيجه فرق الدنسيتي، فهتلاقي فيه زي حركه دورانيه كده جوه السطح بتاعي. لو بصيت على الشكل الثاني، لو انا عندي هوت بلوك وبتحرك عليه هواء بارد، فبنقول كده ان طبقات الهواء القريبه جدا من السطح بتاخد نفس درجه حراره السطح، وتبتدي المولكيولز الطبقات بتاعه الهواء البعيده شويه درجات حرارتها تقل تدريجي لغايه لما اوصل لدرجه حراره الجو العادي اللي هي بنسميها تي انفينيتي. فيبقى في تدريج في درجه الحراره في طبقات الهواء نفسه او طبقات الفلويد نفسه القريبه من السطح. التدريج دوت بيمشي من اول درجه حراره اسمها تي اس اللي هي الطبقه القريبه جدا من السطح او الملامسه للسطح، بتبقى درجه حرارتها نفس درجه حراره السطح، وتبتدي درجه الحراره دي تقل تدريجي زي ما احنا شايفين كده لغايه لما توصل لدرجه حراره اسمها تي انفينيتي اللي هي درجه حراره الفلويد بعيد خالص عن السطح بتاعي او اللي مش متاثره تماما بالسطح بتاعي. اتفقنا؟ القانون اللي بيحسب لي الكونفكشن بنسميه نيوتنز لو اوف كولينج، اللي هو قانون نيوتن للتبريد. يعني القانون ده بيقول لي ان الكيو دوت بتاعه الكونفكشن بتساوي حاجه اسمها اتش، الاتش ده بنسميه كونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت، مضروب في الاريا، الاريا سيرفيس اللي هي اي سطح للفلويد، اي مساحه للفلويد او اي مساحه للسطح سوري ملامسه للفلويد بتاعي، مضروبه في تي اس ماينس تي انفينيتي. ودايما زي ما قلنا بما اني بقول ان اصلا الهيت ترانسفير بيحصل نتيجه حاجه اسمها تمبريتشر ديفرنس،
فالايكويشنز كلها بتاعت الهيت ترانسفير هتشوف فيها حاجه اسمها تمبريتشر ديفرنس، هتشوف فيها دلتا تي. التي اس مفترض انها في الايكويشن دي اعلى من التي انفينيتي. طب لو كان العكس، يعني كانت تي انفينيتي هي كبيره والتي سيرفيس هي صغيره، هتبقى الايكويشن اتش في اريا سيرفيس في تي انفينيتي ماينس تي اس، يبقى دايما هاخد التي الكبيره ماينس التي الصغيره. والاريا زي ما قلت هي اي سطح او اي اريا للسطح بتاعي ملامسه للفلويد، يبقى هحسب كل الاريات للجسم بتاعي الملامسه للفلويد وهي دي اللي هتبقى الاريا بتاعتي بتاعت الكونفكشن. اللي فيه الكلام في الحقيقه هو الاتش ده. ايه قصه الاتش ده؟ الاتش ده بنجيبه ازاي او بنعرفه ازاي؟ في الحقيقه الاتش ده مشكلته مشكله. ليه بقى؟ الاتش ده ما عنديش معادلات نظريه تحسب لي قيمه الاتش ده. طب هنحسبه ازاي؟ يعني هعرف الاتش ده قيمته ازاي؟ في الحقيقه الاتش دوت بيتحسب اكسبيرمنتال. يعني ايه اكسبيرمنتال؟ يعني لازم اعمل تجربه. لو انا عايز احسب كونفكشن مثلا على ترابيزه، لازم اجيب الترابيزه ديت وابتدي اغير في الحاجات المختلفه او في البارامترز المختلفه اللي بتاثر في عمليه الكونفكشن، واشوف الاتش بتاعتي بتتغير ازاي عشان اقدر اطلع حاجه اسمها كوريليشن. كوريليشن دوت هو اللي يقول لي الاتش بتتغير ازاي على السطح ده. يعني ايه كوريليشن؟ كوريليشن معناه ان دي معادله بس جايه من اكسبيرمنتال وورك، يعني جايه من تجربه. اتفقنا؟ فطبيعي جدا ان ممكن ناس كتير في العالم تعمل تجربه واحده. يعني ممكن انا في مصر ان هو تعمل تجربه على ترابيزه اشوف الكونفكشن عليها شكله عامل ازاي، واحد تاني في امريكا يعمل نفس التجربه ويشوف الاتش عليها عامل ازاي. الفكره كلها ايه ظروف التجربه دي؟ هي دي اللي بيحكم ايكويشن عن ايكويشن تانية. فانت ممكن تلاقي تو كورليشن لنفس الشكل، نفس مثلا الترابيزه، لكن ده يقول لك شروط التجربه بتاعتي كانت شكلها كذا، والتاني يقول برضه انا كمان شروط التجربه بتاعتي كانت شكلها كذا. يبقى ده اداك حدود اطبق فيها الكورليشن ده، والتاني اداني حدود يطبق فيها الكورليشن بتاعي وهكذا. فبالتالي الاتش دوت ما هوش حاجه نظريه. طيب احنا قلنا ان الاتش ده مشكلته ان هو بيعتمد بقى على بارامترز كتير قوي. ايه بقى البارامترز؟ هو في الحقيقه الاتش ده ملوش علاقه بالفلويد ولا ليه علاقه بالسطح، هو ليه علاقه بالاثنين مع بعض. يعني ما ينفعش اقول ان الاتش دوت هو بروبرتي للفلويد، لا هو مش بروبرتي للفلويد خالص ولا هو بروبرتي للسطح. هو الفكره ان الكومباينيشن بتاعت الفلويد مع السطح بتديني اتش معين. طب ايه البارامترز المختلفه اللي بتاثر في الاتش؟ لو جيت بصيت عليهم كده بالترتيب هلاقي ان شكل السطح نفسه بيفرق، الجيومتري بتاعت السطح. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو جبت ترابيزه حطيتها في درجة حرارة الجو اللي حواليا ديت، وجبت جنبها سلندر في نفس درجة حرارة الجو، هيفرق الكونفكشن او هتفرق الاتش اللي هي الهيت ترانسفير كوفيشنت ده من الترابيزة بتاعتي للسلندر اللي محطوطة جنبها بالظبط؟ اه هيفرق. الاكتر من كده مش بس السيرفيس جيومتري اللي هتفرق، ده كمان الاورينتيشن بتاع الجسم بتاعي. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك معاك سلندر، السلندر ديت حطيتها افقي هتديني اتش معينة، لو حطيتها رأسي هتديني اتش مختلفه. يبقى ده بيديني شكل اتش وده بيديني اتش مختلفه. قدام شويه نشوف الكلام ده فعليا شكله عامل ازاي. الحاجه الثانيه اللي بتاثر في الاتش هو نوع الفلويد. هو ايه ده؟ هو نوع الفلويد ممكن يفرق؟ اه، هو في الحقيقه انا عندي انواع من الفلويد، عندي فلويدز شكلها ليكويد وعندي فلويدز ثانيه شكلها غازات. طب مين فيهم احسن؟ هنفترض كده حاجه بسيطه، هنقول كده هو لو انا معايا قطعه حديد وعندي شويه ميه درجه حرارتهم 20 درجه، وال20 درجه ديت هي نفس درجه حراره الجو. لو انا خدت قطعه الحديد ديت، ايه رايكم؟ تبرد اسرع في الميه ولا تبرد اسرع في الهواء؟ ايه رايكم يا شباب؟ ما حدش عارف. تاني كده يا دكتور. في الميه. انا بالتالي لو خدت قطعه الحديد ديت حطيتها في الميه، بالتالي الميه ديت هتبرد لي قطعه الحديد دي اسرع بكتير خالص عن الهواء. فبالتالي في فرق في نوع الفلويد. اه في فرق في نوع الفلويد، ده مش بس نوع الفلويد، ده طبيعه الحركه بتاعت الفلويد زي ما هنشوف بعد كده. ايه ده؟ هو في كمان طبيعه للحركه؟ اه في طبيعه للحركه. في حاجه اسمها بنسميها لامنر فلو للفلويد، مش عارف تخطوا الكلام ده ولا لا. في حاجه اسمها التربلنت فلو. يعني ايه لامنر فلو؟ يعني ايه تربلنت فلو؟ بالظبط لو بصيت كده على البحر وشفت البحر كده في وقت هو هادي فيه، هتلاقي ان البحر ده ماشي اكنه عباره عن طبقات فوق بعضها، ماشي هادي جدا، ده بنسميه لامنر فلو. طب لو كان البحر هايج وتلاقي في امواج عاليه جدا والطبقات بتاعه البحر قاعده تطلع من تحت لفوق وهكذا، ده بنسميه تيربلنت فلو. لو اختلفت طبيعه الحركه بتاعه الفلويد نفسها من لامينر لتيربلنت، هتغير لي قيمه الاتش الاتش بتاعتي بالاضعاف. الحاجه اللي بعد كده البروبرتيز بتاعه الفلويد.
طبعا بما اني اتكلمت عن التايب اوف فلويد يبقى كمان البروبرتيز بتاعت الفلويد بتفرق معايا، درجه حرارته، الدنسيتي بتاعته، طبعا هو بيعمل كونفكشن، فكره الدنسيتي بتاعتي مهمه، الفيسكوستي بتاعت الفلويد، الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الفلويد بتفرق، السبيسيفيك هيت بتاعت الفلويد بتفرق، ده كلها بارامترز بتاثر معايا في الاتش. واكبر بارامتر بيأثر فيهم هو البالك فلويد فيلوسيتي، يعني الفلويد ده بيتحرك بسرعه عاليه ولا سرعه منخفضه، ده يفرق معايا. يفرق. طب بدليل ايه؟ بدليل خلينا نقول ان لو واحد قاعد في جو حر والاوضه بتاعته فيها مروحه بيعمل ايه؟ بيروح قايم تلقائي يروح مشغل المروحه. ايه اللي بتعمله المروحه دي؟ المروحه دي بتخلي لي الفلويد اللي موجود جوه الاوضه او الهواء يتحرك بسرعات عاليه. طيب هي السرعه العاليه دي هتفرق؟ الحقيقه كل ما سرعه الفلويد عليت كل ما هلاقي ان الاتش بتاعتي بتعلى كتير خالص، فبالتالي بفرق ما بين نوعين من الكونفكشن بيزد على حاجه اسمها الفلويد فيلوسيتي دي. خلاص، النوع الاولاني من الكونفكشن بنسميه الفري كونفكشن او ناتشرال كونفكشن، ده لو الفلويد بتاعي ما فيهوش اي حركه ميكانيكال، يعني ايه؟ يعني الفلويد بتاعي بيتحرك بطبيعته نتيجه فرق الدنسيتي من نقطه لنقطه زي ما قلنا، مفيش مراوح شغاله، مفيش اي حاجه تدفع لي الهواء، فده كده بنسميه الفري كونفكشن، حركه هواء بسيطه خالص هي دي اللي بتعمل لي الكونفكشن. يعني انا لو جبت كوبايه شاي عادي بعد شويه هلاقيها بردت، طب لو جبت كوبايه الشاي وحطيت قدامها مروحه ده معناه ان انا عملت حاجه اسمها فورس كونفكشن، يعني خليت الهواء يتحرك بسرعات عاليه جدا، فبالتالي بدل ما كانت كوبايه الشاي هتبرد براحتها خالص، لا حطيت قدامها مروحه هتلاقي كوبايه الشاي بتبرد اسرع. بردت اسرع ليه؟ نتيجه ان انا حولت الكونفكشن بتاعي من فري كونفكشن لفورس كونفكشن عن طريق ان انا خليت الفلويد ده ليه سرعه عاليه، وبالتالي السرعه العاليه ديت فرقت كتير خالص في الاتش، وبالتالي كميه الحراره بتزيد جدا كل ما زود سرعه الفلويد بتاعي. التيبل اللي قدامي دوت بيفرق لي ما بين حاجتين، ما بين الفري كونفكشن والفورس كونفكشن، في حاجتين كمان اللي هما سواء كانت ليكويد او كانت غازات. فلو بصيت كده على رينج الفري كونفكشن للغازات هتلاقي الرينج بتاع الاتش بيطلع من 2 ل 25. خد بالك الوحده بتاعت الاتش بالوات بير متر سكوير ديجري سيلسيوس او وات بير متر سكوير كلفن. خلاص، فهتلاقي ان الفري كونفكشن ان الفلويد بتاعي الغاز بتاعي يتحرك عادي جدا براحته نتيجه فرق الدنسيتي بس يديني اتش من 2 لغايه 25. طب لو شلت الغاز ده وخليته برضه فري كونفكشن بس ليكويد، يعني شلت الهواء اللي حواليا وخليتها ميه عاديه، يديني فرق اتش من 10 او رينج اتش من 10 لغايه 1000. متخيلين الفرق قد ايه؟ انت بتتكلم من 2 لغايه 25 لرينج تاني من 10، يعني اتقلب تقريبا لخمس اضعاف في الرينج الضعيف، في الرينج القوي من 25 لغايه 1000. ففرق كبير قوي ان انا احطها في غاز او هواء يعني، او ان انا احطها في ليكويد زي الميه مثلا. طيب تعالوا نشوف بقى لو كان فرصه كونفكشن، بص بقى قارن كده الفرصه كونفكشن للغازات بالفري كونفكشن للغازات. الفرصه كونفكشن للغازات بيبتدي من 25 لغايه 250، كان الرينج العادي في الفري كونفكشن من 2 لغايه 25، يعني تقريبا 10 اضعاف. يعني لما اغير من فري كونفكشن لفرصه كونفكشن في الغازات بس يضاعف لي قيمه الكونفكشن 10 اضعاف. طيب لو كان فرصه كونفكشن للليكويدز، لو قارنت الليكويدز ببعضها الفري والفورسد، الفري بيديني رينج من 10 لغايه 1000، الفورسد بالنسبه للليكويدز بتديني من 50، يعني تقريبا الرينج خمس مرات، لغايه 20,000، يعني 20 ضعف، 20 مره من القيمه الكبيره في الفري كونفكشن. اعلى قيم للاتش هتشوفها هي القيم بتاعت البويلنج والكوندنسيشن، عشان كده احنا قلنا لو بصيت في البويلنج هتشوف الميكانيزم واضح جدا قدامك، لان اكبر اتش بتحصل بتكون في عمليه البويلنج والكوندنسيشن، فهتلاقي الاتش بتاعت البويلنج والكوندنسيشن بتبتدي من 2500 لغايه ال 100,000، فدي قيمه كبيره خالص. النوع الثالث اللي احنا هنتكلم عليه من الهيت ترانسفير هو الراديشن، وزي ما قلنا الراديشن هو عباره عن شكل من الهيت ترانسفير بيحصل نتيجه ان اي جسم درجه حرارته اعلى من الزيرو كلفن بيمت الكتروماجنتيك ويفز او فوتونز. الفوتونز دي بتشتغل زي البارتكلز، زي ما قلنا بارتكلز صغيره شايله كميات الحراره بتبتدي تنتشر فيها في المكان بسرعات عاليه قوي، فبالتالي هو ده الراديشن ميكانيزم. بما اني بتكلم على الكتروماجنتيك ويفز فبالتالي انا مش محتاج اساسا لميديم، وده اشهر شكل بيحصل او الشكل المشهور من الحراره اللي بيحصل اللي بينقل لنا الحراره من الشمس للارض.
طبعا في سبيس في النص، على الرغم من كده الحراره بتقدر تنتشر عن طريق الفوتونز ديت، مش هاممها خالص ان في سبيس ولا اي حاجه، وبتقدر تنتشر لغايه لما توصل لاي جسم صلب. وزي ما قلنا ان اي جسم درجه حرارته اعلى من الزيرو كلفن، فبالتالي الجسم دوت هيئمت راديش. فبالتالي بما ان الزيرو كلفن ده بنيجاتيف 273، فيبقى الطبيعه حواليا كل الاجسام اللي فيها هي كمان بتعمل او بتئمت راديش. الراديشن بنعرفه على انه حاجه اسمها فوليومتريك فينومينا، او ظاهره حجميه، يعني الحجم كله بتاع الجسم بيطلع راديش. بس لو جيت بصيت على السوليد، السوليد ده عباره عن جسم اوبيك، يعني جسم معتم، فالمولكيولز الداخليه للجسم المعتم ده او الجسم السوليد ده هتبتدي تئمت راديشن، بس هيروح لمولكيولز في نفس الجسم السوليد، فبيتحول الراديشن في الاجسام الصلبه لحاجه اسمها سيرفيس فينومينا، يعني ظاهره سطحيه، يعني باخد السطح من بره ماليش علاقه بالحجم تماما، يعني الحجم جوه ما بيفرقش معايا في حاجه. انما لو بتتكلم بقى على غازات او ليكويد، بيفضل الراديشن بتاعه عباره عن حاجه اسمها فوليومتريك فينومينا. اتفقنا؟ لو جيت بصيت كده هوت على دكتور، معلش انا لسه بس النت عندي وقع، معلش ممكن بس عيد حته الراديشن تاني. الراديشن الشباب ما عنديش مشكله فيه، هو زي ما احنا قلناه هو عباره عن اي جسم درجه حرارته اعلى من الزيرو كلفن، فهو الجسم ده بيئمت راديشن في شكل الكترومغنيتيك ويفز او فوتونز. هي عباره عن بارتكل صغيره قوي شايله كميات الحراره، بتبتدي تتحرك بيها بسرعات عاليه، بتنتشر بيها في المكان، فبالتالي مش محتاج سبيس بما اني بتكلم على الكترومغنيتيك ويفز. وبالتالي اشهر شكل زي ما قلنا هو انتقال الحراره من الشمس للارض، على الرغم ان في سبيس ما بين الاثنين. قلنا ان اي جسم درجه حرارته اعلى من الزيرو كلفن بيئمت راديشن، فبالتالي كل الاجسام حواليا في الطبيعه بتئمت راديشن، وبالتالي انا مش بهتم بكميه الراديشن ككميه، انما بهتم بحاجه اسمها الراديشن اكستشينج بتوين سيرفيسز. يعني ايه؟ يعني في جسمين شايفين بعض والاثنين بيطلعوا راديشن، النت بالنسبه للجسم اللي انا هدرسه بيبقى بكام؟ هو ده اللي انا عايزه. وقلنا بعد كده قلنا ان الراديشن هو عباره عن حاجه اسمها فوليومتريك فينومينا، يعني كل بارتكل في الفوليوم بتاعي هو بيطلع راديشن، سواء كان في سوليد ولا ليكويد ولا غاز. بس الظاهره دي بتتحول في السوليد لحاجه اسمها سيرفيس فينومينا. يعني ايه سيرفيس فينومينا؟ يعني بتبقى ظاهره سطحيه فقط من السطح من بره. طب ليه بيحصل كده في السوليد بالتحديد؟ لو بصيت على السوليد، فالسوليد ده هو عباره عن جسم معتم، مولكيولز جوه قريبه جدا من بعض، فاي مولكيول داخلي جوه الجسم دوت هيطلع راديشن، هيروح لمولكيول تانية جوه الجسم، وفي الاخر كله هيطلع على السطح بتاعي، ما عنديش اي حاجه هتاثر على الراديشن من جوه. فبالتالي بقول ان الراديشن بالنسبه للسوليد بيبقى عباره عن حاجه اسمها سيرفيس فينومينا، انما بالنسبه للليكويد والغازات بيفضل الراديشن بتاعي حاجه اسمها فوليوم، مرتبطه بالحجم، ايا كان المولكيولز جوه فهي هتبتدي تعمل لي الراديشن بتاعتي. القانون اللي هنتكلم عليه عن الراديشن حاجه اسمها بنسميها البلاك بودي راديشن. يعني ايه البلاك بودي؟ في الحقيقه الراديشن برضو عنده مشكله ان هو ما عنديش حاجه تقدر تخليني اقدر احسب كميه الراديشن دي بتساوي كام. انما عن طريق الناس كده لما ابتدوا يفكروا قال لك طب ما انا ممكن ادي للجسم بتاعي خواص مثاليه، خواص المثاليه ديت تبتدي تقرب لي القصه في المعادلات النظريه، بحيث ان اطلع اشوف كده الراديشن بتاع الجسم ده يطلع بكام. الجسم المثالي بديله اسم البلاك بودي. يعني لو عندي جسم مثالي اديله اسم البلاك بودي. طيب البلاك بودي دوت بما ان حطيت له خواص مثاليه، خدوا بالكم بلاك يعني مش معناه انه اسود، طبعا لونه يكون اسود اه طبعا، لكن كمان ليه خواص ثانيه غير موضوع اللون. اتفقنا؟ البلاك بودي عن طريق الخواص ديت لما اجي احطها كده في الايكويشنز قدرنا نوصل لايكويشن تحسب لي كميه الراديشن من البلاك بودي ده. كميه الراديشن اللي بتطلع من البلاك بودي ده بتبقى اقصى قيمه كميتها بتطلع بحاجه اسمها سيجما في الاريا سيرفيس، في درجه حراره السيرفيس دوت باور 4. سيجما ديت رقم ثابت قيمته بتساوي 5.67 في 10 اس ناقص 8 وات بر متر سكوير كلفن باور 4. الرقم دوت بنسميه ستيفن بولتزمان كونستانت. درجه الحراره في الايكويشن ديت لازم تكون بالكلفن، وخد بالك ان الكميه ديت هي كميه الراديشن لجسم واحد، يعني انا كجسم بطلع كميه راديشن قد ايه، اهي الكميه بتاعته. واخد بالي كمان ان درجه الحراره ديت لازم تكون بالكلفن، ما ينفعش استخدم السيليزيوس فيها تماما. اتفقنا؟ طيب اتفضل. هو مش حضرتك قلت لازم عشان يحصل هيت ترانسفير يبقى في تمبريتشر ديفرنسز؟
تمام. انا بقول لك ان كميه الراديشن ديت خاصه اي جسم في الطبيعه زي ما قلنا بيطلع راديشن، فانا كجسم بطلع راديشن. طيب امتى بقى او ايه اللي انا بهتم بيه في الهيت ترانسفير؟ هي حاجه اسمها الراديشن اكستشينج، يعني انا اديت كام ورجع لي كام اللي انا اديته. ده اللي هنشوف فيه temperature difference دلوقتي. طيب ما هو كده، ما هو كده برضو المفروض يبقى موجود في الايكويشن عشان احسب الريت temperature بتاع الفلويد مثلا، اللي هو لو الهواء مثلا، لو بنتكلم على حاجه في ال في الـ في الاير مثلا طبيعيه، يبقى انا كده لازم ادخل في الكالكوليشنز بتاعتي temperature بتاعت الاير عشان يبقى محسوب عندي ايه difference. بص بص مبدئيا هتشوف دلوقتي، انا بتكلم دلوقتي عن كميه الراديشن اللي بيطلعها كل جسم شويه، وهتلاقيني بقول لك كميتين بقى لو انا جسم قدامي جسم تاني والاثنين هيتبادلوا الراديشن ده هيطلع قد ايه، هنعرف دلوقتي. خلاص. الحاجه الثانيه، الهواء بالنسبه، الهواء بالنسبه لموضوع الراديشن شفاف، يعني الراديشن ما بيتاثرش بيه تماما. اتفقنا؟ اللي بيتاثر الاجسام السوليد. طيب امال ازاي قلنا ان في راديشن بيحصل من الغازات؟ لما يكون في غازات بيحصل ان فيها بارتكلز زي CO2 مثلا، بيحصل ان فيه بارتكلز، فبالتالي البارتكلز دي هي اللي بتعمل الراديشن مش الغاز نفسه. يعني لو غاز زي الهواء فالهواء ده بالنسبه لي شفاف ما بيأثرش خالص. يعني لو بتكلم على اوضه زي اللي احنا قاعدين فيها ديت، هلاقي انا بطلع راديشن والحوائط بتاعه الاوضه بتطلع راديشن عليا، انما في الهواء اللي في النص اللي ما بيننا ملوش علاقه بالراديشن تمام. فانا تمام. طيب الكميه اللي احنا حسبناها ديت قلنا الماكسيمم، والماكسيمم دوت بيحصل للبلاك بودي بس. ده معناه ان انا لو عندي جسمين، جسم فيهم بلاك بودي وجسم تاني ريل زيه بالظبط وعند نفس درجه الحراره، هلاقي ان الجسم البلاك بودي بيطلع كميه راديشن اعلى من اللي بيطلعها الريل بودي او الجسم الحقيقي. طيب الجسم الحقيقي يا باشمهندس هتقدر تحسب له كميه الحراره؟ في الحقيقه نظريا مش هقدر احسبها، انما عرفوا يحسبوها بطريقه تانيه. قالوا بدل ما نحسب نظريا الاجسام الحقيقيه، نشوف عن طريق الخواص بتاعت الجسم الحقيقي ده، هي الخواص بتاعته قريبه من الخواص بتاعت البلاك بادي بنسبه كام في الميه. فادوها رقم كده بيسموه الامسيفيتي. اهو الامسيفيتي ده رقم عباره عن ريشيو او رقم ما بين الزيرو والواحد، بيقول لي كده اهوت الامسيفيتي ده عباره عن خاصيه للسطح تعرفني هو قريب قد ايه من البلاك بادي، الخواص بتاعته قريبه قد ايه من الخواص بتاعت البلاك بادي. فالراديشن بتاعي ممكن يكون 50% 60% 70% من القيمه اللي بيطلعها البلاك بادي. فبقول كده هوت ان عندي حاجه اسمها الامسيفيتي في سيجما في اريا سيرفيس في تي سيرفيس باور 4. يبقى كده دي كيو راديشن بتاعت اي جسم حقيقي. يبقى احنا كده فهمنا حاجه اسمها الامسيفيتي. يبقى الامسيفيتي هي خاصيه للجسم بتشوف الجسم ده الخواص بتاعته كام في المية من الخواص بتاعت البلاك بادي اللي هي الخواص الايديال، واقدر اعرف منها كمية الراديشن بتاع الجسم الحقيقي قد ايه بالنسبة لكمية الراديشن بتاعت البلاك بادي. طيب ده كده احنا بنتكلم على كمية راديشن لجسم واحد. طب انا ما بهتمش بكمية الراديشن لجسم واحد، لان زي ما قلت في الطبيعة كل الاجسام اللي حواليا بتعمل راديشن. طب بتهتم بايه؟ بهتم بحاجة اسمها الراديشن اكستشينج. يعني انا طلعت كميه من الحراره وجاي لي كميه من الحراره، فلازم اخد بالي ان اي جسم هديله كميه من الحراره في الحقيقه هيستقبلها ازاي الجسم ده. يهمني فيهم خاصيه اسمها الابزوربتيفيتي، يعني لازم يكون الجسم ليه خاصيه اسمها الابزوربتيفيتي. تعمل ايه الابزوربتيفيتي؟ انا كجسم جاي لي كميه من الحراره، فانا كجسم هيعمل ايه في كميه الحراره دي؟ في جزء الجسم هيمتصه وهو ده اللي الجسم يعني هيستفيد منه، وفي جزء الجسم دوت ممكن يعكسه، وفي كمان جزء ممكن يحصل له حاجه اسمها ترانسميشن هنعرف قدام شويه في الراديشن. خلاص بس خلينا في الكميتين دول لان دول ايه الاقرب المشهورين. طبعا ترانسميشن بيحصل في الحاجات المواد اللي هي الشفافه زي الازاز. خلينا في الاجسام اللي هي المعتمه اللي هي ليها بتمتص جزء وبتعكس جزء تاني. فبقول كده هوت لو انا كجسم جاي لي كميه راديشن ب 100، انا امتصيت منهم 60 وفي 40 منهم عكستهم، يبقى انا جالي كام؟ جالي 60. فلازم ادي خاصيه للجسم ده بسميها الابزوربتيفيتي. الابزوربتيفيتي ديت بتعرفني الجسم ده هيمتص نسبه قد ايه من كميه الراديشن اللي جايه له. فالالفا بتاعتي هي نسبه ما بين الزيرو برضو والواحد، بتعرفني الابزوربتيفيتي بتاعه الجسم ده او الجسم ده هيمتص كام في الميه من قيمه الراديشن اللي جايه لي. طيب انا كده عرفت لو جاي لي كميه راديشن، الراديشن اللي جاي من حواليا جاي من جسم تاني، بقول كده هوت انه عباره عن لو افترضت ان الجسم اللي حواليا ده بلاك بادي، فهيطلع كميه راديشن هي سيجما
في الاريا سيرفيس في التي بتاعت السراوندينج باور 4 بسميه كده السراوندينج، وانا بطلع كميه اسمها الاميسيفيتي في الاريا بتاعتي في السيجما في درجه حراره السيرفيس بتاعتي باور 4. فبقول انا بطلع كميه اسمها اميسيفيتي في الاريا في سيجما في تي اس باور 4 ماينس الكميه اللي جايه لي اللي هي بقى ايه الكميه اللي جايه لي، هتبقى الابزوربتيفيتي بتاعتي مضروبه في الاريا بتاعتي لان انا بستقبل برضو بالاريا بتاعتي مش بستقبل بالاريا بتاعت الجسم اللي قدامي في سيجما بس في درجه حراره السراوندنج باور 4. طلع راجل كده هو اسمه كيرشوف كيرشوف دوت قال لي كده هو قال لي طول ما الجسم بتاعي عند درجه حراره ثابته فبتحصل ان الاميسيفيتي بتاعتي بتساوي الابزوربتيفيتي، فلو حطيت القيمتين دول بيساووا بعض هما بالاميسيفيتي بتاعتي فيطلع لي ان الكيو راديشن اكستشينج ما بين جسمين الجسمين دول شايفين بعض تماما. يعني ايه شايفين بعض؟ يعني كل الراديشن اللي طالع من الجسم رقم واحد رايح للجسم رقم اتنين وكل الراديشن بتاع الجسم رقم اتنين رايح بالكامل للجسم رقم واحد. فبقول كده ان النت راديشن اكستشينج ما بين الجسمين دول هيبقى عباره عن اميسيفيتي في سيجما في الاريا سيرفيس في تي اس باور 4 ماينس التي سراوندنج باور 4. لو فصلت الكميتين دول في بعض المفروض ان الاميسيفيتي بتاعت الجسم اللي هو السراوندنج دي تتقلب لحاجه اسمها الابزوربتيفيتي لان انا بستقبل بالابزوربتيفيتي بتاعتي وبستقبل كمان بالاريا بتاعتي. فبالتالي بقول ان في الاخر لما تحط الكميتين دول مع بعض هيطلع لي انها عباره عن اميسيفيتي في سيجما في اريا سيرفيس تي اس باور 4 ماينس تي سراوندنج باور 4. لما نخش في الراديشن، الراديشن اعقد من كده بكتير لان قد يكون ان الجسمين مش شايفين بعض تماما، فبالتالي لازم الاكويشن دي تتضرب في فاكتور هنعرفه قدام شويه في الراديشن، وقد يكون ان الجسمين دول ليهم خواص ما هياش ما تدينيش الحق ان انا اقول ان ده بلاك بودي، فبالتالي هيبقى ليه شكل تاني. كل قيمه او كل حاجه هتتغير في الراديشن حتى الاورينتيشن بتاع الجسمين هتلاقيه بيفرق معايا عشان موضوع الفيو فاكتور ده او الجسمين شايفين بعض بنسبه كام في الميه. اتفقنا؟ مش هنكمل اكتر من كده في الراديشن لان الراديشن مفتوح له شابتر لوحده هتاخد فيه كل حاجه ليها علاقه بالراديشن، يعني حتى شيت 1 مش هتلاقي ليه علاقه بالراديشن. تمام خلاص. طب دكتور بعد اذنك اتفضل. هو السي بلاك بودي يعني في الواقع ولا دي اجسام تخيليه؟ دي حاجه ايديال قوي بقدر اقرب منها انما في الحقيقه ما فيش حاجه اسمها بلاك بودي. تمام. يعني مش هتلاقي جسم ليه امسيفتي بواحد، مش هيحصل. تمام. طب معلش الام سيفتي والابسورتيفتي حضرتك قلت ان هما بيساووا بعض في حاله واحده ان يكون الجسم ليه درجه حراره ثابته وعند ستيدي ستيت. ده كيرشوفز لو بيقول كده ما دام عندنا درجه حراره ثابته يعني عند ستيدي ستيت درجه الحراره ما بتتغيرش، طول ما درجه الحراره بتاعتي ما بتتغيرش بتبقى الام سيفتي بتاعتي بتساوي الابسورتيفتي. مش هما كان ديفينيشن عكس بعض يعني؟ لا، الام سيفتي معناها انت بتشع قد ايه من البلاك بودي، الابزوربتيفيتي معناها انت بتبتص قد ايه من كميه الراديشن اللي جايه لك، ما لهمش علاقه ببعض. ده حاجه وده هو حاجه. هو المفروض ان كده جمعهم يدينا 100%. يعني انا طلعت مثلا انزلت 100%، لا امتصيت 30% وطلعت الباقي. لا مش مظبوط. اللي مجموعهم 100% يا باشمهندس ثلاث خواص بنسميهم الابزوربتيفيتي والريفلكتيفيتي والترانسميسيفيتي. يعني انت جايه لك كميه من الحراره بالراديشن، الجسم انا كجسم هيمتص نسبه وهيعكس نسبه وهيعدي الناحيه الثانيه نسبه ثانيه. خلاص الثلاثه دول لو جمعتهم يدوني ال 100%، انما الاميسيفتي ملاش علاقه بالابزوربتيفيتي تماما. ماشي. يعني اللي بشعه ده الجسم هو اللي بيشعه، ملوش علاقه بالكميه اللي جايه له. انا بتكلم على كميه جايه لي من بره ملاش علاقه باللي انا بشعه. خلاص تمام. هتعرفوا الكلام ده بالتفصيل في الشابتر بتاع الراديشن، ما تسبقوش الاحداث، انا بديكوا بس فكره عن الراديشن، لما قدام شويه هنشوف القصه بالتفصيل الزياده يعني. خلاص. عايزين بعد كده هنبتدي في الشابتر الاولاني، دي كلها كانت انترودكشن. هنبتدي دلوقتي في الشابتر الاولاني اللي بنسميه ستيدي ستيت 1 دايمنشنال كوندكشن هيت ترانسفير. في الحقيقه هو ده الشابتر اللي عليه شيت 1. هناخد منه كده جزء بسيط في الاول، وان شاء الله الاسبوع الجاي هنكون خلصنا تقريبا للستيدي ستيت 1 دايمنشنال كوندكشن هيت ترانسفير ده. يعني ايه؟ اول حاجه احنا عرفنا يعني ايه كوندكشن، دي احنا فهمناها من العنوان بتاعي، وفهمنا يعني ايه هيت ترانسفير. ناقص لي حاجتين افهمهم في العنوان ده. يعني ايه كلمه ستيدي ستيت؟ دي المفروض ان احنا نبقى فاهمينها.
ويعني ايه وان دايمنشنال. دول حاجتين لازم ابقى عارفهم. هنيجي كده في الاول نتكلم عن حاجه اسمها ستيدي ستيت. هو في حاجه اسمها ستيدي ستيت وفي حاجه اسمها ان ستيدي. الان ستيدي بنسميه ترانزيانت. فاحنا هنتكلم عن حاجتين دلوقتي، حاجه اسمها ستيدي ستيت وحاجه اسمها ترانزيانت هيت كوندكشن. يعني ايه الكلام ده؟ ستيدي ستيت معناها ان مفيش تغير مع التايم. طب تغير مع التايم بالنسبه لايه؟ بالنسبه لدرجه الحراره وبالنسبه لكميه الحراره. يعني طول ما درجه الحراره ثابته فهتلاقي كميه الحراره ثابته، ده بسميه ستيدي ستيت. زي الشكل اللي هو بيه من تحت ده. انا بفترض ان انا عندي جسم سوليد، الجسم السوليد دوت ناحيه فيهم عند 15 درجه والناحيه الثانيه عند 7 درجات. الكلام دوت كانت الساعه 2 الظهر. رحت سبت الجسم دوت عند 15 درجه ناحيه عند 15 وناحيه عند 7، يعني في كميه حراره ماشيه. رحت سبته لغايه الساعه 5 الظهر، رحت اقيس درجات الحراره تاني، لقيت السطح هو 15 والناحيه الثانيه هي 7. ده معناه ان الجسم دوت شغال في حاجه اسمها ستيدي ستيت. اتفقنا؟ ولا درجات حراره بتتغير مع التايم ولا كميات حراره بتتغير مع التايم. طيب هو ينفع ان درجات الحراره تتغير مع التايم؟ ايه رايك لو انا خليت الجسم ده كان الساعه 2 الظهر كان 15 درجه والناحيه الثانيه كانت 7، سبته من الساعه 2 لغايه الساعه 5، رحت لقيت ان السطح اللي كان 15 بقى 12 والسطح اللي كان 7 بقى 5 درجات. فده معناه ان انا اشتغلت في حاجه اسمها ترانزيانت ترانسفير، يعني كميات الحراره ما هياش متساويه، ما هياش ثابته، ودرجات الحراره بتختلف مع التايم. ده بسميه ترانزيانت ترانسفير. اديكم مثال على قصه الاستيدي ستيت. معلش يا دكتور، معلش يا دكتور، ممكن حضرتك تعيد الاستيدي ستيت تاني لان انا مش فاهم ازاي في اشرحها في مثال. ماشي تمام يا دكتور. بنقول كده مثال، انا لو عندي فرن، الفرن اللي عند حضراتكم في البيوت ده، لو انا افترضت ان الفرن ده مش مشغله، فلو جيت حضرتك تلمس اي سطح فيه هناخد وول واحده منه. لو جيت خدت اي وول منه لمستها من جوه او من بره هتلاقيها ليها نفس درجه الحراره. افترض ان انا هاجي اشغل الفرن ده، هقول ان انا هظبط الفرن ده عند 200 درجه وهشغله. اول لما هتشغل الفرن، الفرن ده هيوصل لل 200 درجه؟ لا، استحاله هيوصل لل 200 درجه. فهلاقي ايه اللي بيحصل؟ اول لما هتشغل الفرن هبتدي اقيس درجات الحراره على الوول دي من جوه ومن بره، هلاقي بعد 5 دقايق هلاقي درجه حراره الوول دي من جوه وصلت 50 درجه، واللي من بره بدل ما كانت ب 20 مثلا هتلاقيها بقت ب 30. بعد 7 دقايق هتلاقي درجه الحراره جوه بقت مثلا 100 درجه وبره بقت مثلا 50. بعد 3 دقايق كمان هتلاقي ان درجه الحراره جوه وصلت 150 وبره وصلت. بعد شويه كمان هتلاقي درجه حراره الوول جوه وصلت 200، ده انا ظابط عليها الفرن. طيب بعد ما وصلت 200 هتتغير درجات الحراره تاني؟ لو فضلت تقيس درجات الحراره بعد 200 هتلاقي جوه هي ال 200 ومن بره هي ال 120 درجه. فمعنى كده ان الفتره من بدايه تشغيل الفرن لغايه لما وصلت ال 200 درجه وال 120 من بره دي فتره بنسميها ترانزيانت. درجات الحراره لو قست مع التايم هتلاقيها قاعده طول. انما من بعد ال 200 لقيت ان درجه الحراره خلاص ثبتت، السطح الداخلي للفرن بقى فضل عند ال 200 درجه، من بره الفرن درجة الحرارة هي ال 120 درجة، فبالتالي أنا وصلت لحالة بسميها الستيدي ستيت. إحنا نتعامل مع مين فيهم في الشابتر ده؟ هنتعامل مع الستيدي ستيت. في شابتر 3 هنتكلم عن الترانزيانت ده وإزاي أتعامل معاه. اتفقنا؟ الحاجة الثانية؟ قصدك يعني حياتك قصدك اللي هو في عشان يبقى ستيدي ستيت لازم يبقى في ريت فاكتور مقصر، فاكتور بيأثر من بره اللي هي التمبريتشر اللي هي ثابته اللي انا عمال اديها، يعني هو اساسا في تمبريتشر او في هيت ترانسفير بيت في الفرن مثلا بيحصل من جوه من بره، بس هو اللي بيروح انا بعوضه بدرجه الحراره اللي خارجه من النار بتاع الفرن، صح؟ مظبوط كده. يعني كميات الحراره اساسا ثابته فخلت لي في حاجه اسمها ستيدي ستيت. يعني انا وصلت خلاص درجات الحراره ثبتت، كانت بتتغير في الاول نتيجه ان لسه درجات الحراره مختلفه، انما اول لما وصلت نتيجه ان كميه الحراره خلاص ثابته لقيت كميات درجات الحراره هي كمان ثبتت، خلاص ما بتتغيرش تاني. فالستيدي ستيت درجات الحراره ما بتتغيرش، كميات الحراره ما بتتغيرش، فبالتالي بقول ان انا ستيدي ستيت. في الفتره الاولانيه اللي هو لغايه لما اوصل للستيدي ستيت درجات الحراره بتتغير مع التايم، كميات الحراره اللي خارجه من الوول نفسها بتتغير، انما بتاعه الفرن ملهاش علاقه بالموضوع، انا بتكلم على الوول نفسها. اتفقنا؟ تمام. الحاجه اللي بعد كده عايزين نتكلم عليها هي موضوع الوان دايمنشنال والمالتي دايمنشنال. يعني ايه وان دايمنشنال ومالتي دايمنشنال؟ احنا قلنا ان الشرط الوحيد عشان يحصل حاجه اسمها هيت ترانسفير هي حاجه اسمها التمبريتشر ديفرنس. فانا كجسم سوليد
اي فرق في درجه الحراره في اي اتجاه يخليني فيه ترانسفير. فممكن يبقى الهيت ترانسفير مالتي دايمنشنال، اه في الحقيقه ممكن يبقى مالتي دايمنشنال. لو انا خدت قطعه زي البار اللي محطوط قدامي ده على الاكس اكسس، لو بصيت هلاقي سطح درجه حرارته 80 درجه والسطح الثاني درجه حرارته 70 درجه، ده معناه ان فيه هيت ترانسفير هتعدي في اتجاه الاكس اسمها كيو دوت اكس. طب لو جيت خدت السطح اللي هو بتاع الواي ده على الواي اكسس، السطح الاولاني ده درجه حرارته 80 والسطح اللي ورا على الواي اكسس درجه حرارته 65، فبالتالي ده معناه ان في كميه حراره هتعدي خلال الواي اكسس دي اسمها كيو دوت واي. لو جيت بصيت في اتجاه زد على اي سطح فهلاقي كده هو السطح ده 80 وانا طالع 80 مفيش حراره بتتحرك في الزد اكسس. لو جيت خدت السطح الثاني الاقيها 70 70 70، يبقى مفيش حاجه في الزد اكسس. هنا 65 65 65، مفيش حاجه بتتغير على الزد اكسس، يبقى انا بتكلم على تو دايمنشنال. طيب ينفع يبقى 1 دايمنشنال؟ اه ممكن تكون سطح فيهم 80 والسطح الثاني 70، يبقى في حراره بتتحرك في اكس. بس لما تيجي تبص الناحيه الثانيه هتلاقي برضو الناحيه الثانيه زي السطح الاولاني، ده 80 الناحيه الثانيه زيه 80 فما بتتحركش. من على الزد اكسس ده وليكن 70 ده 70 وهكذا. فبالتالي الحراره بتاعتي الشرط الوحيد فيها هي التمبريتشر ديفرنس. لو خليت في تمبريتشر ديفرنس في سطح واحد بس او في اتجاه واحد بس يبقى هو ده اللي فيه اتجاه الحراره، بقيه الاسطح هتقيس عليها درجات الحراره هتلاقيها زي ما هي. طب احنا بنتعامل مع اني لغايه دلوقتي في الشابتر ده، لغايه دلوقتي في الشابتر ده انا هتعامل مع الوان دايمنشنال، يعني هتكلم على الوان دايمنشنال بس اللي احنا حطينا القانون بتاعها، قلنا كده ان الكيو بتساوي الكي في الاريا في الدلتا تي على دلتا اكس، يعني انا بتكلم على اتجاه واحد. طيب لو هتتكلم على المالتي دايمنشنال هنتكلم عليها بس في شابتر 3 خلاص. هنشوف كده قبل ما نكمل كده لشابتر 3 هنشوف ان انا بقول عندي مالتي دايمنشنال، هنتكلم عن حاجه اسمها الهيت ديفيوجن ايكويشن. ده عباره عن اثبات كده بسيط هنتكلم عليه مع بعض بسرعه، مش مطلوب منك في الامتحان ولا حاجه، انما مطلوب منك تعرفه عشان لما نخش في شابتر 3 هتلاقينا بنتكلم عن حاجه اسمها ترانزيانت وحاجه اسمها مالتي دايمنشنال، فتبقى فاهم القصه دي جت منين اساسا، يعني انا جبت القوانين اللي انا احطها في شابتر 3 دي اساسا منين. فبقول كده لو انا خدت اي اليمنت من اي جسم شكله كيوبيك كده هو الابعاد بتاعته دي اكس دي واي دي زد على المحاور اللي هي اكس واي وزد، وقلت كده ان انا عندي درجات حراره اختلاف في كل الاتجاهات، فبقول كده ان الكيو دوت اللي هتمشي في اتجاه اكس هي نيجاتيف كي في الاريا بتاعت اكس بارشال تي باي بارشال اكس، والكيو دوت في اتجاه واي هتبقى نيجاتيف كي في الاريا بتاعت واي في بارشال تي باي بارشال واي، والكيو دوت بتاعت زد هي نيجاتيف كي في الاريا بتاعت زد في بارشال تي باي بارشال زد. وخد بالك ان الكيو توتال كميه الحراره التوتال هي بتساوي كيو دوت اكس زائد كيو دوت واي زائد كيو دوت زد 3 زائد 4. طيب هنتكلم عن حاجه اسمها الهيت جنريشن. يعني ايه هيت جنريشن؟ خدوا بالكم انا بتكلم العنوان الكبير هنشوفه قدام شويه اسمه الهيت ديفيوجن ايكويشن. عشان امهد لكم القصه ابتديت احتت كده صحيح. يعني ايه هيت جنريشن؟ يعني الجسم نفسه بيولد حراره، ما هواش بين الحراره بس، ده هو نفسه بيولد حراره. يعني ايه؟ زي ما يكون عندك كمبيوتر كده هو بيولد حراره، انت اصلا حطيت فيشه الكهرباء فلقيت الكمبيوتر نفسه مطلع حراره. السلك بتاع الكمبيوتر ده لما تحط الفيشه ويبتدي يتحرك فيه كرنت المفروض ان السلك نفسه بيسخن، فبالتالي ده بيعني ان الجسم نفسه بيولد حراره. كميه الحراره ديت كميتها قد ايه؟ بتبقى عباره عن اي سكوير في ار. لو انا بتكلم على حاجه اسمها سلك مثلا، سلك عباره عن سلندر، السلك دوت لما حطيته في الكهرباء ابتدى يعدي كميه حراره، الباور اللي خدها هي بيحولها لك لحراره اللي هي اي سكوير في ار. يبقى الجسم نفسه بيولد حراره. لما اجي احطها في الهيت ترانسفير بتاعتي بقول كده هوت ان كميه الجنريشن بديها رمز جي دوت او كيو مثلا، اقول انها ظاهره بريونت فوليوم، يعني كل يونت فوليوم من الجسم هيساوي ايه، فتبقى الجي توتال للجسم ككل على بعض هي الانتجريشن على الفوليوم لجي دوت في الدي في. خلاص الحاجه اللي بعد كده تعالوا بقى نخش في الهيت ديفيوجن ايكويشن او الهيت كوندكشن ايكويشن. الايكويشن ديت دكتور هي جي دوت سمول تفريان جي الجي الكبيره دي كميه الهيت جنريتد جوه الجسم ككل، الجي الصغيره او الجي دوت ديت او الكيو بس دي معناها كميه الحراره المتولده بر يونت فوليوم. اتفقنا؟ طيب هنقول كده اهوت عشان ابتدي الاثبات بتاعي، بقول ان انا عندي اليمنت زي ما قلت ابعاده دي اكس دي واي دي زد،
الجسم ده بيعمل heat generation اسمها E dot G، وبيخزن كمية من الحرارة اسمها E dot storage، داخل له كمية من الحرارة اسمها QX وخارجة من الناحية التانية اسمها QX plus DX، وداخل له كمية حرارة في اتجاه Y اسمها QY مخرجها من الناحية التانية اسمها QY plus DY، وداخل له كمية حرارة في اتجاه Z اسمها QZ خارجة من الناحية التانية اسمها QZ plus DZ. انا عرفت كميات الحرارة اللي هي QX وQY وQZ اللي احنا قلناهم نيجاتيف K في الاريا في بارشيال T باي بارشيال X. طيب كمية الحرارة اللي خارجة، يعني انا دخلت كمية على الاليمنت ده اسمها QX، هتخرج الناحية التانية قد ايه اللي هي QX plus DX. كمية الحرارة اللي خارجة من الاليمنت في اتجاه X هتبقى هي نفسها QX بلس التغير اللي حصل على الكمية دي اللي هي بارشيال QX باي بارشيال X في DX. طيب كمية الحرارة اللي خارجة عند Y بلس DY هتبقى هي نفسها QY بلس بارشيال QY باي بارشيال Y في DY. ال Q اللي خارجة عند Z هتبقى Q عند Z بلس DZ هي نفسها ال Q اللي داخلة اللي هي QZ بلس التغير اللي حصل عليها اللي هي بارشيال QZ باي بارشيال Z DZ. يبقى الكميات اللي دخلت من الحرارة أنا عارفها، الكميات اللي خرجت أنا عارفها. طيب الجنريشن، لو انا افترضت ان الجنريشن باليونت فوليوم اسمه كيو بس، فبقول كده ان الاي جنريتد او كميه الحراره جنريتد جوه الاليمنت ده هتبقى عباره عن كيو في دي اكس دي واي دي زد اللي هو الفوليوم، فيبقى عرفت كميه الانرجي جنريتد في الجسم ده قد ايه. طيب انا بقول لك يا باشمهندس، لو الجسم ده مدخل له كميه حراره ب 100 وطلعت من الناحيه الثانيه 70، ده معناه ان الجسم ده خزن كميه من الحراره، كميه الحراره اللي اتخزنت ديت هي 30، هتجيبها ازاي؟ هجيبها ببساطه خالص من الثيرموداينامكس اللي هي عباره عن ماس في السبيسيفيك هيت في بارشال تي باي بارشال تايم. يبقى هقول ان الانرجي ستورج هي الماس اللي هي ايه الماس اللي هي الرو في الفوليوم اللي هو دي اكس دي واي دي زد مضروب في السي بي او في السبيسيفيك هيت بتاع الجسم ده في بارشال تي باي بارشال تايم، التي سمول ديت هي التايم، يبقى كمان التايم دخل معايا في الموضوع. طيب يبقى انا كده عرفت كل الكميات اللي على الاليمنت ده. ايه بقى الهيت كوندكشن ايكويشن؟ لو رجعت للثيرموداينامكس ببساطه، الثيرموداينامكس بتقول لي ان الانرجي اللي داخله بتساوي الانرجي اللي خارجه، فبقول كده اهوت ان الانرجي اللي داخله هي الاي ان او كميه الحراره اللي داخله زائد الانرجي جنريتد ماينس كميه الحراره اللي خارجه هي دي بتساوي الانرجي ستورج. يبقى انا لو طبقت الفيرست لو على الاليمنت الصغير ده، فده بيقول لي ان الانرجي اللي داخله زائد الانرجي جنريتد ماينس كميه الحراره اللي خرجت من الاليمنت ده بتساوي الانرجي ستورج. كميات الحراره اللي داخله كانت عباره عن كيو اكس بلس كيو واي بلس كيو زد، كميه الحراره جنريتد هي كيو بس مضروبه في دي اكس دي واي دي زد. كميات الحراره اللي خارجه هي نيجاتيف طبعا ناقص طبعا محطوطه في الموضوع، هتبقى كيو اكس بلس دي اكس وكيو واي بلس دي واي وكيو زد بلس دي زد. الانرجي اللي هي الستورد هي الماس في السي في بارشيال تي باي بارشيال تايم اللي هي تبقى رو في سي بي بارشيال تي باي بارشيال تايم دي اكس دي واي دي زد. لو حطيت كل واحده من القيم ديت بالقيمه بتاعتها اللي احنا كنا جايبينها في السلايدز اللي فاتت اللي هي كيو اكس هتحطها بنيجاتيف كي في الاريا بتاعت اكس بارشيال تي باي بارشيال اكس، كيو واي اهي الكميات عندي، الكيو اكس هتساوي نيجاتيف كي الاريا اللي في اتجاه اكس اللي هي تبقى دي واي في دي زد. لو رجعت ان اهوت الاريا اللي في اتجاه اكس اللي هي الاريا العموديه على اتجاه اكس دي هي الدي واي في الدي زد، فبالتالي ان هو تبقى الكي كيو اكس نيجاتيف كي في دي واي دي زد بارشيال تي باي بارشيال اكس، كيو واي نفس الكلام نيجاتيف كي دي اكس دي زد بارشيال تي باي بارشيال واي، كيو زد نيجاتيف كي دي اكس دي واي بارشيال تي باي بارشيال زد. الكيو عند اكس بلس دي اكس هي نفسها كيو اكس زائد التغير اللي حصل فيها، فيبقى لما يبقى عندي ان هو كيو اكس والناحيه الثانيه هقول نيجاتيف كيو اكس بلس بارشيال كيو باي بارشيال اكس في دي اكس، يبقى كيو اكس شلت كيو اكس ويتفضل لي ان هو الترم واحد بس من الكيو اكس والكيو بلس دي اكس بلس دي اكس، هيطلع لي اللي هو عباره عن نيجاتيف بارشيال كيو اكس باي بارشيال اكس دي اكس، ومن الكيو واي والكيو واي بلس دي واي هيطلع لي منها نيجاتيف بارشيال كيو واي باي بارشيال واي دي واي، ومن الكيو زد وكيو زد بلس دي زد هيطلع لي منها نيجاتيف بارشيال كيو زد باي بارشيال زد دي زد. يبقى الكميات اللي داخله انرجي ان وانرجي اوت طلع منهم الثلاث ترمات الاولانيين دول، ويفضل لي كميه الحراره جنريتد اللي هي كيو دي اكس دي واي دي زد والانرجي ستورد زي ما هي.
لو حضرتك عملت التفاضل على كمية الحرارة اللي احنا حاطينها ديت وشلت دي اكس دي واي دي زد مع بعض، هيطلع لي القانون اللي احنا حاطينه في البوكس اللي انتوا شايفينه ده. هيطلع ان بارشيال باي بارشيال اكس لكي بارشيال تي باي بارشيال اكس بلس بارشيال باي بارشيال واي كي بارشيال تي باي بارشيال واي بلس بارشيال باي بارشيال زد كي بارشيال تي باي بارشيال زد بلس الكيو اللي هي بتاعت الجنريشن، ده كله هيساوي كي رو في سي بي بارشيال تي باي بارشيال تايم. الايكويشن ديت هي اللي بنسميها الجنرال هيت كوندكشن ايكويشن. دي بتعني لي ان في كميه حراره خارجه في الثلاث اتجاهات يعني 3 دايمنشنال، وفي جنريشن وفي ستورج او في تغير مع التايم. طب ينفع تبسط لنا القصه شويه؟ اه ينفع. ايه رايكم لو انا جيت قلت لك ان احنا قلنا كده اهوت ان الكي بتتغير مع التمبرتشر، يعني انا عندي ان اهوت الكي دي بتتغير مع التمبرتشر وممكن كمان تكون بتتغير مع المكان، بما ان التمبرتشر بتتغير مع المكان فكمان الكي هتلاقيها بتتغير مع اللوكيشن مع الاكس والواي والزد. طب لو قلت لك ان الكي ديت ثابته، يعني خليت الكي ديت الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتي ثابته، يبقى هتخرج بره عمليه التفاضل من ان اهوت ويتفضل لي ان اهوت الناحيه الثانيه، طلعتها بره عمليه التفاضل هيفضل لي بارشال سكوير تي باي بارشال اكس سكوير بلس بارشال سكوير تي باي بارشال واي سكوير بلس بارشال سكوير تي باي بارشال زد سكوير بلس كيو على اكس. خدوا بالكم انا قسمت على الكي فيطلع لي زائد الكيو على الكي، ده هيساوي الرو في السي على الكي. الرو في السي على الكي يديني واحد على حاجه اسمها الفا، خلاص وهنتكلم عن الفا دي في بارشال تي باي بارشال تايم. ايه قصه الالفا دي؟ الالفا ديت هي عباره عن كي على رو سي، دي عباره عن برضو بروبرتي للفلويد. بتعبر عن ايه البروبرتي دي؟ الكي ده بتعبر عن الكوندكشن والسي بي ديت بتعبر عن الهيت ستورج. فالالفا او الثيرمال ديفيوزيفيتي بتعبر عن كميه الحراره اللي هتتنقل في الجسم ده لكميه الحراره اللي ستورد في الجسم ده. ده تعريف الالفا او الثيرمال ديفيوزيفيتي بتاعتي. طيب ايه رايكم يا شباب لو انا جيت قلت لك ان الكيس بتاعتي هي ستيدي ستيت؟ لو رجعت للايكويشن اللي فاتت دي وقلت لك يا باشمهندس الكيس بتاعتي دي ستيدي ستيت، فده معناه ان مفيش تغير للتمبرتشر دي مع التايم، يبقى الترم ده راح فين يا باشمهندس؟ الترم ده هيبقى في زيرو، مفيش تغير للتمبرتشر مع التايم. يبقى هرجع اقول ان بارشال باي بارشال اكس، خدوا بالكم الكلام دوت لو انا بتكلم على ان الكي مش ثابته لكن ستيدي ستيت، خلاص. فيبقى بارشال باي بارشال اكس كي بارشال تي باي بارشال اكس بلس بارشال باي بارشال واي كي بارشال تي باي بارشال واي بلس بارشال باي بارشال زد كي بارشال تي باي بارشال زد بلس الكيو جنريتد بتساوي زيرو. يعني لو انا على الايكويشن اللي فوق لو انا بقول كونستانت ثيرمال كوندكتيفيتي وبقول كمان ان ده ستيدي ستيت، يبقى الترم ده راح بزيرو اللي هو بارشال تي باي بارشال تايم. يبقى يتفضل لك ان بارشال سكوير تي باي بارشال اكس سكوير بلس بارشال سكوير تي باي بارشال واي سكوير بلس بارشال سكوير تي باي بارشال زد سكوير بلس كيو على كي هتساوي زيرو. طب لو قلت لك يا باشمهندس ان كمان الاليمنت بتاعي ده ما فيهوش جنريشن، الجسم دوت ما بيحصلش فيه الجنريشن، يبقى كيو على كي ديت هي كمان راحت بزيرو. فيفضل لي من الايكويشن ان بارشال سكوير تي باي بارشال اكس سكوير بارشال سكوير تي باي بارشال واي سكوير بلس بارشال سكوير تي باي بارشال زد سكوير بتساوي زيرو. طب لو قلت لك كمان يا باشمهندس ان الجسم بتاعي دوت وان دايمنشنال، مفيش تغير لدرجه الحراره ولا مع واي ولا مع زد، تغير درجه الحراره مع الاكس بس، فيطلع لي ايكويشن بسيطه خالص بتقول ان بارشال سكوير تي باي بارشال اكس سكوير بتساوي زيرو اللي هي الايكويشن اللي تحت. يبقى انا بقول لو انا بتكلم على وان دايمنشنال ستيدي ستيت كوندكشن وكمان زود عليهم ان الثيرمال كوندكتيفيتي ثابته، هيطلع لك ان بارشال سكوير تي باي بارشال اكس سكوير بتساوي زيرو. لو كانت الكي مش ثابته هيطلع لك ان دي باي دي اكس لكي في دي تي باي دي اكس ايكوال زيرو. الايكويشن ديت هنعرف بنعمل بيها ايه قدام شويه لما نخش في موضوع الترانزيانت والمالتي دايمنشنال، هناخد الايكويشن ديت ونبتدي نشتغل بيها قدام شويه. اتفقنا لغايه دلوقتي؟ احنا اتكلمنا عن الهيت كوندكشن ايكويشن، عرفناها زي ما قلت. الاثبات ده مش هجيبه لك ولا هجيبه لك في امتحان ولا هجيبه لك في مره هسال عليه ولا بتاع، الاثبات ده للمعرفه عشان قدام شويه لما نخش في شابتر 3 تبقى فاهم ايه الايكويشن اللي انا حطيتها ديت وهبتدي منها الشغل بتاعي، تبقى فاهم الايكويشنز اللي اتحطت هناك دي جت منين، تبقى فاهم الكلام ده جه منين. خلاص يا شباب نخش بعد كده عن جزء جديد. الجزء ده بقى هو اللي حضرتك هتشتغل بيه في السكشن. الجزء ده لو فهمته هتبتدي تحل في السكشن، وهو جزء بسيط خالص، هتلاقي الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي تعقيدات ما فيهوش اي حاجه. انا هتكلم عن الستيت ستيت كوندكشن
في حاجة اسمها البلين وول، يعني حيطة مستقيمة ما فيهاش أي تعريات، يعني ولا بقول لك سلندريكال ولا سفيريكال ولا الكلام ده، هي حيطة مستقيمة زي الحيطة اللي عندك في البيت. فبقول كده هوت إن كيو دوت بتاعت الكوندكشن بتساوي كي في اريا بتي واحد ماينس تي اتنين على ال، اللي هو ال ال دوت اللي هو السيكنس زي الحيطة اللي محطوطة قدامي ديت، وعندي تي واحد اللي هو درجة حرارة السيرفس الداخلي، تي اتنين درجة حرارة السيرفس الخارجي. بقول كده هوت إن الكلام ده بيحصل او ينفع احسب منه الهيت ترانسفير لول، بس لو كانت الول ديت متكونه من طبقه واحده. طيب برضو لو حضرتك جيت بصيت كده نظره متعمقه شويه للول اللي عندك في البيت، هتلاقي ان الول اللي عندك في البيت ديت ممكن تلاقي فيها طبقه في النص من الطوب وطبقه محاره من بره ومن جوه، وممكن تكون حاطط طبقه سيراميك او طبقه طوب حراري من بره. فده كله لما تيجي تحسب هتلاقي بيعمل لك لخبطه، هتحسب باني كي وهتحسب باني سيكنس، الطوب الحراري ليه سيكنس، المحاره ليها سيكنس، طبعا ده غير ان المواد مختلفه ليها ثيرمال كوندكتيفيتيز مختلفه، الطوب اللي جوه دوت ليه كي مختلفه وليه ال مختلفه او ليه سيكنس مختلف، المحاره الداخليه ليها ثيرمال كوندكتيفيتي وليها كي مختلفه او ليها ال مختلف. طيب تحسب باني فيهم. فعشان اخرج من الاشكاليه ديت وصلنا لحاجه اسمها الثيرمال سيركت او حاجه اسمها ثيرمال ريزيستنس. ايه قصه الثيرمال ريزيستنس؟ تعالوا ناخد مثال بسيط كده على الكهرباء. نتخيل قدامي كده هو الريزيستنس بتاع الكهرباء، احنا قلنا برضو الكلام ده في الاول، لو عندي ريزيستنس من الكهرباء حطيت الريزيستنس بتاع الكهرباء ديت على فرق فولتج، فهلاقي ان في كارنت بيعدي خلال الريزيستنس دي اسمه اي، ومن قانون اوم حضرتك تحسب الاي ديت تقول انه دلتا في او في 1 ماينس في 2 على الار الالكتريكال. الكلام ده هو نفسه اللي بيحصل في الهيت ترانسفير بالظبط. ازاي؟ انا بقول كده هوت ان عندي وول هنا هوت هي دي اللي بتمثل الريزيستنس، لو كانت الوول ديت عليها فرق درجه حراره تي 1 وتي 2 يبقى هيعدي لي ان هوت كميه حراره اسمها كيو دوت، فيبقى الار بتاعتي هي عباره عن انالوجي للحيطه بتاعتي او للوول، الدلتا تي هي انالوجي للدلتا في او للفرق بتاع الفولتج، الكرنت اللي هيعدي في الالكتريكال ريزيستنس انالوجي للكيو، فاقدر احول كميه الحراره ديت لحاجه اسمها ثيرمال ريزيستنس. فاقول كده هوت ان الثيرمال ريزيستنس او الكيو دوت اللي هي بتمثل الاي هي نفسها بتمثل الحاجه اسمها درايفنج فورس اللي هي الدلتا تي على الريزيستنس بتاعتي اللي اسمها ار، يبقى كيو دوت بتساوي تي 1 ماينس تي 2 على الار بتاعت الوول. تقدر تحول لي القانون اللي هو اللي انا مشاور عليه ده اللي هو كيف اريا في تي 1 ماينس تي 2 على ال لقانون بيقول لك انه تي 1 ماينس تي 2 على ار وول. اقدر لو عرفت ان الار وول من القانون اللي فوق ده هتطلع بتساوي، لو سويت الاثنين طبعا ببعض هيطلع لك ان الار بتاعه البلين وول تطلع عباره عن ال على كيف الاريا سيكنس على ثيرمال كوندكتيفيتي في اريا، والوحدات بتاعه الار او الثيرمال ريزيستنس بدجري سيلسيوس او كلفن لكل وات. طيب يبقى انا لو عندي حيطه من دي اقدر امثل الحيطه ديت بريزيستنس قدام الحراره. طيب ايه رايك بقى يا باشمهندس لو كانت الحيطه ديت كمان قبل ما نخش في الحيطة دي كمان كومبوزد ولا لا، نتكلم عن الكونفكشن. وانا ينفع اعمل مبدا الثيرمال ريزيستنس دي كمان في الكونفكشن؟ ينفع اعمل. ازاي؟ مش انا عندي فرق درجة حرارة ما بين التي سيرفيس والتي انفينتي اللي هي درجة حرارة الفلويد، يبقى في كمية حرارة نتيجة فرق درجة الحرارة ده هيعدي جوه ريزيستنس بسميها ار كونفكشن. لو سويت لو قلت كده ان كيو كونفكشن بتساوي تي اس ماينس تي انفينتي على الار كونفكشن، لو سويت القانون ده بالقانون بتاع الكونفكشن هيطلع لك ان الريزيستنس او الثيرمال ريزيستنس بتاعت الكونفكشن بتساوي واحد على الاتش في الاريا سيرفيس. يبقى كمان لو عندي فلويدز على حيطه او على وول في ما بينهم فرق درجه حراره، ده بمثله بريزيستنس زي ما هو مرسوم كده هوت ما بين تي اس وتي انفينتي، قيمه الريزيستنس ديت واحد على اتش في الاريا سيرفيس. يبقى انا كده لو عندي كونفكشن اقدر احوله الريزيستنس، لو عندي كوندكشن اقدر احوله الريزيستنس، ما عنديش مشكله. طب ايه رايك يا باشمهندس الحاله في الطبيعه؟ خلينا الاول قبل ما نتكلم عن الحيطه ديت فيها كذا طبقه، خلينا نقول لو انا الحيطه ديت هي طبقه واحده بس، بقول كده اهوت على الحيطه بتاعتك في البيت، لو حضرتك مثلا مشغل تكييف، تكييف دوت عند درجه حراره 20 وبره كان الجو وليكن عند درجه حراره 45، التكييف بتاعها هيفضل يقلل في درجه الحراره لغايه لما توصل ل 20 درجه وبعد كده هيفصل. حضرتك لو مشغل التكييف ده بعد شوية من التكييف ده ما فصل خلاص وصلت للعشرين، بعد شوية هتلاقيه اشتغل تاني. اشتغل تاني ليه؟ نتيجة ان لسه في كمية حرارة بتتنقل من بره لجوه،
الحراره قاعده تتنقل نتيجه ان في فرق درجه حراره ما بين التي انفينيتي بره، يعني درجه حراره الجو بره 45 وانا جوه 20، ففي حراره بتتنقل على الرغم ان في هواء بره وفي حيطه وفي هواء جوه، فالحراره بتعدي في كل ده. بمبدا الثيرمال ريزيستنس اللي احنا عملناه، لو انا دي الوول بتاعتي وتي انفينيتي 1 دي درجه الحراره الخارجيه، وتي انفينيتي 2 ديت اللي هي ال 20 درجه اللي هي جوه، فالحراره هتمشي ازاي؟ الحراره تمشي من بره لجوه زي ما انا بشاور كده. فبقول كده هو الحراره عشان تتنقل من تي انفينيتي 1 لغايه تي 1 اللي هي درجه حراره السيرفيس الخارجي للوول دي، هتعدي خلال كونفكشن ريزيستنس اسمها ار كونفكشن 1. يبقى انا كده هوت مشيت من تي انفينيتي 1 لغايه تي 1 نتيجه فرق درجه الحراره اللي ما بينهم اللي يعمل لي كونفكشن. طيب من تي 1 لتي 2 الحراره هتعدي برضو بس جوه سوليد، يعني بتكلم على كوندكشن، يبقى هيبقى في عندي حاجه اسمها ار وول اللي هي بتساوي ال على كيف الاريا، ما عنديش مشكله. يبقى كده الحراره مشيت من تي 1 لتي 2. طيب من عندي تي 2 عشان اوصل لغايه تي انفينيتي 2 اللي هي درجه حراره الهواء الداخلي، يبقى هتحرك جوه كونفكشن ريزيستنس اسمها ار كونفكشن 2 اللي هي قيمتها 1 على الاريا في اتش 2. طيب القانون ده بيسهل لي ولا بيصعب؟ الحراره ماشيه ان سيريز في كميه الريزيستنس دي، خلاص. في الحقيقه القانون ده بيسهل لي جدا. ليه؟ القانون ده لما ابص له كده هوت كيو دوت بتساوي دلتا تي على ار ثيرمال، ما عنديش غير هما 3 بارامترز، ما عنديش غير كيو دوت ودلتا تي وار ثيرمال. فمعنى ان انا اقول لك عايز منك الكيو دوت، ده معناه هتلاقيني مديك في المساله ايا كانت شكلها هتلاقيني مديك دلتا تي وهتلاقيني مديك دلتا ومديك الار ثيرمال دي بكام. طبعا مش شرط ادي لك جاهزه، انما ممكن تكون هتحسبها. لو طلبت منك دلتا تي او طلبت منك درجه حراره، ده معناه ان انا مديك كيو دوت ومديك الار ثيرمال. طب لو طلبت منك ار ثيرمال، ار ثيرمال مش شرط اطلب ار ثيرمال، ممكن اطلب منك وليكن مثلا ثيرمال كوندكتيفيتي، فدي بتمثل ار ثيرمال. ممكن اطلب منك اتش من الار كونفكشن 1 او 2، فدي برضو داخله في الار ثيرمال، يعني اكن الار ثيرمال اللي تحت هي اللي مجهوله، فبالتالي هتلاقيني مديك كيو دوت ومديك دلتا تي. طب لو عايز تحسب كميه الحراره على البرانش اللي انا حسبته ده او حطيته ده، فبقول ان الكيو دوت بتساوي دلتا تي على ار ثيرمال. اني كيو اني دلتا تي يا باشمهندس؟ انا عندي تي انفينيتي 1 وعندي تي 1 وعندي تي 2 وعندي تي انفينيتي 2، اني دلتا تي؟ دلتا تي اللي معروفه عندك. انا هفترض كده اهوت اللي انا عارفه تي انفينيتي 1 اللي هي ب 45 درجه، وعارف تي انفينيتي 2 ب 20 درجه. يبقى هقول كده اهوت انها تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 2، دي في الاول هي اول نود، خد بالك ان درجه الحراره دي بمثلها بنود اهي، وادي تي انفينيتي 2 دي اخر نود. تمسك كده هو التو نوتس اللي انت بتتكلم عليهم اللي هو خدتهم في الدلتا تي، وتقسم على مجموع الثيرمال ريزيستنس اللي ما بينهم اكني ماشي ان سيرز. يبقى اقول كيو دوت بتساوي تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 2 على ار كونفكشن 1 زائد ار وول زائد ار كونفكشن 2. طب هقول لك يا باشمهندس، لو انا مديك تي انفينيتي 1 ومديك درجه حراره السطح الخارجي او الداخلي سوري اللي اسمه تي 2، ينفع تحسب بيهم كميه الحراره؟ اه ينفع. ينفع اقول لك انها تي انفينيتي 1 ماينس تي 2، فين دي على الرسمه؟ ادي تي انفينيتي 1 وادي تي 2. بس لما اجي اخد القانون لو قلت كده كيو دوت بتساوي تي انفينيتي 1 ماينس تي 2، يبقى هقسم على مجموع التو ريزيستنس اللي ما بين تي انفينيتي 1 وما بين تي 2 بس، يعني هقسم على ار كونفكشن 1 وار وول. طب لو قلت لك يا باشمهندس انا مديك التي انفينيتي 1 والتي 1، يبقى هقول الكيو دوت بتساوي تي انفينيتي 1 ماينس تي 1 على الريزيستنس اللي ما بينهم اللي هي ار كونفكشن 1. طب لو قلت لك ان انا مديك تي 1 وتي 2، هتبقى تي 1 ماينس تي 2 على ار وول بس. طب لو قلت لك مديك تي 2 وتي انفينيتي 2، يبقى هي عباره عن تي 2 ماينس تي انفينيتي 2 على ار كونفكشن 2. اتفقنا؟ يبقى باخد الدلتا تي وباخد مجموع الثيرمال ريزيستنس اللي ما بينهم ايا كان الشكل بتاعي. طيب تعالوا نشوف بقى لو عندي حيطه كومبوزيت. الحيطه ديت متكونه من طبقتين، عندي طبقه طوب مثلا وطبقه محاره، كل واحده ليهم او كل واحده في الاثنين دول ليها سيكنس، الاولانيه ليها سيكنس اسمه ال1 وثيرمال كوندكتيفيتي اسمها كي1، والثانيه ليها ثيرمال كوندكتيفيتي اسمها كي2 وسيكنس اسمه ال2، ومن جوه او من بره في فلويد اسمه تي انفينيتي 1، ومن بره او من جوه درجه حراره اسمها تي انفينيتي 2. الحرارة هتمشي ازاي؟ هتمشي من درجة الحرارة العالية للمنخفضة، يعني هتمشي في الاتجاه ده زي ما احنا مشاورين كده. يبقى هتمشي من تي انفينيتي 1، عشان امشي من تي انفينيتي 1 لغاية تي 1 اللي على الرسمة دي، لازم هعدي جوه كونفكشن ريزيستنس اسمها 1 على اتش 1 في الاريا.
دي اللي هي R convection واحد. طب عشان امشي من T واحد ل T اتنين يبقى لازم امشي خلال ريزيستنس اسمها R wall واحد اللي هي L واحد على K واحد في اريا واحد. طب عشان امشي من T اتنين لغاية T تلاتة لازم اعدي ان هو جوه ريزيستنس اسمها R اتنين اللي هي L اتنين على K اتنين في اريا. طب عشان امشي من T تلاتة لغاية T انفينتي اتنين ده convection بره الحيطة لغاية الهواء، يبقى بالتالي بمشي خلال convection resistance قيمتها واحد على H2 في area 2. طيب باشمهندس انا عايز كمية الحرارة، لو انا بديك T infinity 1 و T infinity 2 يبقى اقول كمية الحرارة هتساوي T infinity 1 minus T infinity 2 على مجموع كل resistances اللي ما بينهم، يعني على ايه؟ يبقى اقول Q dot هتبقى بتساوي T infinity 1 minus T infinity 2 على R convection 1 زائد R 1 اللي هي بتاعت الوول 1 زائد R 2 اللي هي بتاعت الوول 2 زائد R convection 2. طب لو مديك T infinity 1 و T 3 يبقى هاخد على مجموع الريزيستنس اللي ما بينهم بس، هتبقى R convection 1 زائد R 1 زائد R 2 ايا كانت. يبقى هقول كده ان Q dot بتساوي الدلتا T اللي معلومة عندي على مجموع الثيرمال ريزيستنس اللي في الدلتا T دي، يبقى اي درجتين حرارة على مجموع الثيرمال ريزيستنس اللي ما بينهم. حد عنده مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ تمام يا شباب، كده احنا خلصنا المحاضرة الأولانية. كده الشيت انا نزلته لكم على الـ LMS ونزلته لكم ان هو على التيمز، حضرتك تقدر تفتح الشيت وتقدر تجرب كده تحل بإيدك طبعا بعد ما تذاكر المحاضرة كويس. نزلت لكم الشيت والمحاضرة على الـ LMS وهتلاقوهم كمان على تيمز، هتلاقي على تيمز موجود الشيت وموجود المحاضرة، تقدر حضرتك تفر تاني ترجع للمحاضرة وتقدر تبتدي تجرب كده في الشيت، هتعرف تحل بالمبادئ اللي احنا خدناها ديت ولا فيها مشكلة. السكشن الاولان ان شاء الله الاسبوع الجاي الباشمهندس هيبتدي يحل معاكو في الشيت زي ما اتفقنا لغاية البلين وول. الاسبوع الجاي هنبتدي ناخد حاجة اسمها السيلندريكال وول والسفيريكال وول، يعني لو عندي تيوب هتعامل معاها ازاي في الهيت ترانسفير، لو عندي سفير هتعامل معاها ازاي في الهيت ترانسفير، ده هنعرفه ان شاء الله الاسبوع الجاي. حد عنده اسئلة يا شباب؟ دكتور انا عندي سؤال بس سلايد قريب. في ايه؟ سلايد فات يعني. طب حاضر يا باشمهندس، اشوف لك. حاضر اللي انت عايزه. عايز تسال في انهي سلايد يا باشمهندس؟ 27 دي. ايوه يا باشمهندس قول. الجزء بتاع الانرجي ستورج. مالها الانرجي ستورج؟ انا بقول لك لو في كميات حراره داخله على الاليمنت ده وليكن 100 وطلعت من الناحيه الثانيه 70، يبقى اكيد الاليمنت ده خزن كميه من الحراره اللي دخلت له، اللي هم ال 30 الفرق ما بين داخل واللي طالع بس. انا كنت بتكلم على اخر القانون اللي هو الرو في السبيسيفيك هيت في دي عباره عن انترنال انرجي. مش حضرتك خدت الثيرموداينامكس؟ لو عايز احسب لجسم درجه حرارته اتغيرت من درجه لدرجه، عايز احسب الانترنال انرجي بتاعته، هتقول انها عباره عن ام في سي بي في دلتا تي. الفكره كلها ان احنا قسمنا بس على التايم، لان في الكلام ده بيحصل في ريت اوف تايم، يعني في وقت معين. خلاص بقول رو في السي بي او الام في السي بي في دي تي باي دي تايم بس. تمام تمام يا شباب. حد عايز يسال تاني؟ حد عايز يسال حاجه تاني يا شباب؟ لا تمام كده يا دكتور. تمام يا شباب، بالتوفيق يا شباب، و يعني ان شاء الله نشوفكم في السكشن الاسبوع الجاي ونشوفكم في المعمل. انتوا عرفتوا ان المعمل هيتقسم زي ما اتفقنا، هيتقسم نصين، فالباشمهندس هينزله لكم. انا قسمت القائمه تقريبا بتاعت كل سكشن لنصين، كل نص هيلتزم بالميعاد بتاعه. اللي هينزل الاسبوع الاولاني هينزل الاسبوع الاولاني، واللي هينزل الاسبوع الثاني هينزل الاسبوع الثاني، عشان ما يحصلش تجديس كده في المعمل، يعني ما نلاقيش الدنيا زحمه واصلا الامراض منتشره وابتدت تزيد ثاني. فخلينا ملتزمين بالاعداد اللي احنا هنقررها عشان ما نخش المعمل، اولا تستفيد من المعمل وما تتاذيش. اتفقنا؟ يبقى اللي اسمه في الجروب الاولاني اللي هو بتاع الاسبوع الجاي هينزل الاسبوع الجاي، اللي اسمه في الاسبوع اللي بعده هينزل الاسبوع اللي بعده. مش هينفع حد من الاسبوع الثاني يجي في الاسبوع الاولاني ولا حد من الاسبوع الاولاني يجي في الاسبوع الثاني. اتفقنا؟ لو حد جه في غير ميعاده مش هيخش المعمل، عشان ما حدش يرجع يزعل، لان الكليه مشدده على الكلام ده. خلاص يا شباب، حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ لا تمام يا دكتور. تمام يا شباب، بالتوفيق يا شباب. سلام يا شباب.
مع السلامه.